السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. هنحل مع بعض امتحانات مطاقة للمواصفات، منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024. هنتدرب على شكل الامتحان الجديد، هنحله نماذج المعاصر المراجعة النهائية، وكمان هسيب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو رابط تحميل المراجعة، هتلاقوا فيها كل التدريبات والباراجرافز. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان هتلاقوا قائمة تشغيل فيها حل الامتحانات بالترتيب، وبعد ما نخلصها هنعمل ان شاء الله فيديو مجمع لكل الامتحانات. ومعانا النهاردة النموذج الاول، الامتحان الاول، بيج 30 صفحة 30. السؤال الاول: listen and circle the correct answer from A, B, C or D. استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. هنا نص استماع، هسمع وحل. I am Ali. I like my school uniform. Everyone wears a white shirt and blue trousers. We have to wear a tie. We have to wear a tie. Every day the girls don't wear The girls don't wear trousers. They wear a blue skirt. ده بالنسبة للسؤال الأول. علي بيحب زي المدرسة الموحد، كل واحد بيرتدي قميص أبيض وبنطلون أزرق. لازم نلبس جلافطة، البنات ما بتلبسش البنطلون. ده بالنسبة للسؤال الليسن. أربع نقط، كل نقطة عليها درجة ونص، يبقى ست درجات. سؤال مهم جدا. السؤال التاني: choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. Then what destroyed many homes and other buildings. من اللي دمر الكثير من البيوت والمباني الأخرى؟ تورنيدو، الإعصار. Stars النجوم، لا. Flowers الورود، لا. Cloud السحابة، لا. I don't want to work with animals. أنا لا أريد أن أعمل مع الحيوانات. زي هتبقى زي scare me، هما بيخوفوني، بخاف منهم. My father Abby planted an apple tree. زرع شجرة تفاح. In his، فين يا ترى؟ In his garden، في حديقته. Room حجرته، لأ. Library مكتبة، لأ. Office مكتب، لأ. I am good at reading. أنا جيد في القراءة. But ولكن. But دي تعبر عن التناقض. لو أنا جيد في حاجة هبقى أنا سيء في حاجة، يبقى But I am bad at drawing، ولكني سيء في الرسم. لو كان هنا قال لي أنت مثلا يبقى أنا جيد في القراءة و الرسم، لكن هنا بيقول لي انا جيد في القراءه ولكن. ما دام ولكن نجيب عكس جود تبقى باد، ولكني سيء فين؟ في الرسم. السؤال الثالث، قطعه ناقصه كلمات. مت قابل جريبس عنب، باي يشتري، ريتش غني سبيشال مميز. جاك وينت تو سيل هيز كاو، ذهب جاك لكي يبيع بقرته. ان ذا ماركت في السوق. اون هيز واي في طريقه. هي مت هو قابل. An old man رجل عجوز. The man had special beans. الراجل امتلك حبوب خاصة، حبوب سحرية مثلا. He wanted Jack، هو أراد جاك. To buy them، يشتريهم. قال لي جاك إيه رأيك تشتريهم؟ He said، هو قال. The beans will make Jack، اللي هي الحبوب هتخلي جاك ريتش، هتخلي هنا will make Jack rich، غني. يبقى he said، هو قال. the beans الحبوب او البذور will make Jack rich، will make Jack rich، هتخلي جاك ايه؟ غني. Jack bought the beans at last، اشتراها في الاخر. اشتراها فين؟ في الاخر. السؤال الرابع، قطع عليها اسئله، نقرا القطع ونترجمها ونحل الاسئله. One day، في يوم من الايام. My family and I، عيلتي وأنا. We're driving، كنا بنسوق. Through the desert، كنا راكبين عربية مثلا والأب بيسوق بينا عبر الصحراء. To visit my cousins، عشان أزور ولاد عمي. After 20 minutes، بعد 20 دقيقة. I looked out of the window، بصيت من الشباك. And saw a sandstorm، شفت عاصفة رملية. Soon، بعد وقت قريب. There was a lot of sand، في الكثير من الرمال. In the air، في الهواء. Outside the car، خارج السيارة. And it was very difficult to see، صعب تشوف. We closed، قفلنا. All the windows، كل الشبابيك. But it was
now very dark. بس دلوقتي الآن مظلمة جدا. There were other cars on the road. في سيارات أخرى على الطريق. Where is it going to hit us? هل هي هتخبطنا؟ I was really scared. أنا كنت خائف حقا. My father moved the car off the road. أبويا حرك العربية من على الطريق. يعني طلع مثلا بعيد عن الطريق كده. And we stopped. توقفنا. We didn't see any more cars. ما شفناش عربيات تاني. On the road. على الطريق. But the sandstorm. بس العاصفة الرملية moved very slowly. تحركت ببطء. Then فجأة suddenly فجأة زين ثم suddenly فجأة it moved away تحركت بعيدا. We saw the sun again شفنا الشمس تاني. And drove on through the desert وبرضو استمرينا بعد كده في القيادة عبر الصحراء. Page 31 صفحة 31 أسئلة القطعة. النوع الأول choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C أو D من الأربع اختيارات. There was a what outside the car كان في إيه خارج السيارة. Sandstorm عاصفة رملية. The underline word scared كلمة scared يعني خائف means afraid الاتنين بمعنى خائف. النوع التاني من الأسئلة answer أجب على الأسئلة. عشان أجاوب على السؤال ده لازم أكون أعرف أترجم السؤال فلازم أكون عارف أدوات الاستفهام. Why لماذا؟ Why were they driving؟ ليه هما كانوا بيقودوا through the desert عبر الصحراء؟ ليه كانوا راكبين عربية وأبوهم بيسوقها عبر الصحراء عشان يزوروا ولاد عمهم؟ يبقى to visit عشان يزوروا. Their cousins Why was it difficult ليه صعب for them ليهم to see in the sandstorm يشوفوا في العاصفة الرملية؟ هقول because لأن. Why لماذا؟ تبقى because لأن أو to لكي. هنا because. There was لأن كان يوجد a lot of sand الكثير من الرمال in the air في الهواء. السؤال الخامس رتب. طبعا قال بقى جملتين بس. Who made the shoes every night؟ من اللي عمل الحذاء كل ليلة؟ اللي هي قصة الأقزام وصانع الأحذية. Who made the shoes every night؟ I am on Elephantine Island. أنا على جزيرة فيلة. I am on Elephantine Island. السؤال السادس ده سؤال جديد وسهل جدا. Read and write. اقرأ واكتب the correct form of the words للصيغة الصحيحة للكلمات بين الأقواس. هنا جملة. نادر is good at plays هنا تنس؟ طبعا لا. good at بيجي وراها اي ان جي فالفعل اللي بيجي مع good at او البلاينج فبصلح الصياغه بليز تبقى بلاينج. اي باي ا نيو بايك يسترداي. يسترداي دي امبارح وده ماضي بسيط يبقى انا ماضي بسيط هجيب الشكل الفعل في زمن الماضي. طب باي ده فعل شاذ المالي بتاعها بوت. انا اشتريت دراجه جديده امبارح يبقى ده السؤال سهل وبسيط وجديد. السؤال السابع بنك تويت علامات ترقيم. What's your favorite food فريدة؟ ايه طعامك المفضل يا فريدة؟ هنا لازم الدبليو كابيتال. هو بيجيب لي نقطتين ده سؤال يبقى علامة استفهام. طب الابوستروفي موجودة كان اصلها what is بقت what's. هنا فريدة قبليها كوما عشان دي اسلوب نداء يا فريدة وفريدة الاف كابيتال خلاص دي موجودة ودي موجودة ودي موجودة. ايه اللي ناقص؟ حرف الاول كابيتال وفي نهاية السؤال question mark علامة استفهام. السؤال الثامن write a paragraph اكتب فقرة of about 30 words من 30 كلمة من 30 ل 40 كده using the following guiding elements باستخدام العناصر الإرشادية. بيقول لي ايه؟ the importance of tourism يعني أهمية السياحة وهنا جايب لي local people السكان المحليين و new cultures ثقافات جديدة. هنفتح المراجعة على page 14 صفحة 14 هفتحها معاكم دلوقتي. اللي طبعها طبعها واللي عايز يفتحها بي دي اف يفتحها هتلاقوها في صندوق الوصف الرابط بتاعها ونقرا مع بعض الباراجراف ونشوف شروط كتابته. بيج 14 صفحة 14.
The importance of tourism، أهمية السياحة. هنا العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، سيبنا مسافة في أول سطر. tourism هبدأ إيه أتكلم، tourism السياحة، ببدأ بالحرف الأول capital. tourism is very important، هي تكون مهمة جدا. to إلى a lot of countries، إلى الكثير من الدول. أنا هنا بفهم بس الفكرة. tourism gives jobs، بتوفر السياحة الوظائف. to local people، للسكان المحليين. نلاحظ سيبنا مسافة في الحرف الأول كده في نهاية الجملة نقطة وبعد كده نكمل. طب تاني سطر ببدأ من الأول. it helps tourists، بتساعد السياح. ده مين؟ السياح. learn، أن يتعلموا. about new cultures، عن ثقافات جديدة. but tourism، ولكن السياحة. creates too much carbon dioxide، بتسبب الكثير من ثاني أكسيد الكربون، يعني ليها مزايا وليها عيوب. from plane journeys، من رحلات الطائرات. also أيضا tourism damages، تدمر السياح. the historical places، الأماكن التاريخية. or monuments، أو الآثار. tourists، السياح. should try ecotourism، ينبغي أن يجربوا السياحة البيئية، يعني بدل السياحة العادية في سياحة بيئية ecotourism. because، لأنها it looks after wildlife، تعتني بالحياة البرية اللي هي السياحة البيئية. ومونيمنتس، والآثار. and local people، والسكان المحليين. يبقى يا مستر دي فكرة الباراجراف، العنوان في نص سطر بين علامات تنصيص، أسيب مسافة في أول سطر، حرف الأول كابيتال في نهاية الجملة في الستوب. أقرأ الباراجراف مرة واتنين وأكتب جمل من دماغي، تبدأ بفاعل وفعل ثم التكملة. كده يبقى خدنا النموذج الأول بيج 32، صفحة 32 النموذج الثاني. السؤال الأول listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، على الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات نسمع ونختار. I like to play football on the beach. I wear my football boots to play with my friends. my sister always goes swimming in the pool. she uses her goggles to protect her eyes. my brother uses his racket to play squash. ده السؤال الأول، استمع اختيارات على 6 درجات، كل سؤال عليه درجة ونص. السؤال الثاني، أسئلة اختياري بقى على الكلمات عادي. choose the correct answer، اختاري الإجابة الصحيحة. to cut something، لكي تقطع شيء. is to chop it، تقطع القطع. it's cold، الجو برد. I'll wear my jacket، هلبس الجاكيت الخاص بيا. نقط help people، بيساعد الناس. learn about new cultures، ان هم يتعلموا عن الثقافات الجديدة. يا ترى ايه هي؟ اكيد tourism، السياحة. لما ازور اماكن سياحية جديدة بعرف ثقافات جديدة. نقط is when the temperature goes very high، لما درجة الحرارة تعلى. يبقى heat wave، الموجة الحارة. storm، عاصفة. sand storm، عاصفة رملية. flood، فيضان. لا، هي heat wave اللي هي الموجة الحارة. السؤال الثالث، قطع ناقصة كلمات، أحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. in extreme heat، في الحرارة القاسية. we should drink، ينبغي أن نشرب. lots of water، الكثير من الماء. even if we don't feel thirsty، حتى لو احنا مش بنشعر ان احنا عطشانين. we should open the windows، لازم نفتح الشبابيك. when there is a not wind، a cool wind، لما نلاقي ريح ايه؟ باردة. we should wear light cool clothing، نلبس ملابس فاتحة تحسسنا كده بالانتعاش في الحر. we should try to spend time، لازم نحاول نقضي وقت. in cool buildings، في المباني اللي فيها مثلا نظام تكييف. with air conditioning، فيها نظام تكييف الهواء air conditioning. we shouldn't go outside، لا ينبغي أن نذهب إلى الخارج. in أكيد hot weather، في الطقس الحار. in hot weather. السؤال الرابع، قطع عليها مجموعة من الأسئلة، نقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. Sarah is my sister، سارة أختي. she is 11 years old، عندها 11 سنة. she likes sports، بتحب الألعاب الرياضية. a lot، كثيرا. her favorite sport، لعبتها المفضلة is squash، السكواش. she plays it at the club، بتلعبها في النادي. with her friends، مع أصدقائها.
She practices squash, بتمارس رياضة الاسكواش twice a week, مرتين في الأسبوع. She won many prizes, بتفوز بالكثير من الجوائز. She wants to be a famous player, تريد أن تكون لاعبة مشهورة. My parents, والدي, help her practice well, بيساعدوها تتدرب كويس. She is very clever, هي شاطرة, and active, ونشيطة. Choose the correct answer, أسئلة القطع النوع الأول اختار. The underline phrase, العبارة اللي تحتها خط, twice a week, مرتين في الأسبوع, يعني كام يوم؟ أكيد two days, مرتين في الأسبوع, يعني two days, يومين في الأسبوع. Page 33, صفحة 33. Sarah wants to be a famous, عايزة تبقى ايه؟ teacher, مدرسة, لا طبعا, دكتور, طبيبة, لا, player, لاعبة, طبقا للقطع, نرسم, ممرضة, لا, بتحب الألعاب. Who helps Sarah practice well, مين اللي بيساعد سارة تتدرب بصورة جيدة؟ Her parents, والديها, اللي هي her father and her mother, أبوها وأمها. How old is Sarah, كم عمر سارة؟ She is 11 years old, عندها 11 سنة. She is 11 years old. السؤال الخامس, رتب بقى جملتين بس, رتب. Is it windy in Alexandria, هل الجو عاصف في الاسكندرية؟ Is it windy in Alexandria, work is very important for life, العمل هام جدا للحياة. Work is very important for life. السؤال السادس, اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة, يعني ايه يا مستر؟ ده سؤال جديد وسهل جدا. We must helping our parents, must يجب ان, بيجي ورا المصدر, المصدر بدون اضافات, يبقى شيل اي ان جي, يبقى we must help, يجب ان نساعد. What were you, ده ماضي مستمر, was a were والفعل ثم اي ان جي, تبقى doing, كنت بتعمل ايه الليله اللي فاتت, يبقى بصحح صياغه الكلمه. السؤال السابع, بنكتويت علامات ترقيم, تورستس, سياح, تي كابيتال هي مكتوبه, فيزيت ايجيبت, ايجيبت الاي كابيتال, السياح بيزوروا مصر, تو انجوي زير تايم, عشان يتمتعوا بوقتهم, يبقى فول ستوب. اسماء الدول كابيتال, اول حرف كابيتال معمول خلاص في نهايه الجمله نقطه, ليه نقطه؟ عشان بادئ بالتي كابيتال, او بادئ هنا بتورستس, بالسياح, والسياح دول اسم, يبقى الجمله لو بدأ باسم او ضمير تبقى ايه؟ جمله عاديه, بحط في الاخر فول ستوب. السؤال الثامن, اكتب باراجراف من 30 كلمه باستخدام العناصر الارشاديه, عن انتس, عن النمل, وجايب لك ليفر, ماهر, وورك هارد, يعمل بجديه. هتلاقوا المذكره في صندوق الوصف اسفل الفيديو, ممكن تحملوها. هتفتح صفحه 13 و14 و15, هتلاقي شرح الباراجراف. نفتح مع بعض كده صفحة 15, بيج 15, هتلاقي أنتس, النمل, ده الباراجراف, هنا العنوان في نص سطر اهو, هنا بيديني أفكار وأنا عامل شبهها. أسيب مسافة في أول سطر, أنتس وورك هارد, أنتس وورك هارد, يعمل النمل بصورة جيدة. They never stop working, لا يتوقفوا عن العمل أبدا. They are clever, هم ماهرين, although they are تايني, بالرغم ان هما صغار جدا جدا جدا, تايني صغير جدا. زي عايدة على النمل, زي ار سترونجر ذان هيومنز, هما اقوى من البشر, اكيد في النظام, في الاصرار, في العزيمة. زي ورك ان سمر, بيشتغلوا في الصيف, تو ستور فود, عشان يخزنوا الطعام, فور وينتر, للشتاء. ريلي, حقا, زي ار اميزنج انسكتس, هي حشرات مدهشة. Because they work in groups, عشان هما بيشتغلوا في مجموعات. يبقى العنوان في نص السطر, سيبنا مسافه في اول سطر, حرف الاول كده في نهايه الجمله في الستوب. اكون جمل بسيطه من فاعل وفعل وتكمله, وبكده يبقى خلصنا النموذج الثاني, بيج 34, صفحه 34, النموذج الثالث. السؤال الاول, listen and circle, استمع وضع دائره. The correct answer, على الاجابه الصحيحه, from A, B, C, or D, من الأربع اختيارات. نسمع وإيه ونحل. My favorite,
Fruit is mangoes. We can make a lot of drinks and dishes with mangoes. We can make delicious mango juice. We can make delicious mango juice. I usually use mangoes to make fruit salad. Mango is healthy and all the family loves it. We have a mango tree in our grandpa's garden. ده بالنسبة للسؤال الأول. أسمع وأكون مركز وحل. فاكهتي المفضلة المانجا. ممكن تعمل كثير من المشروبات والأطباق بالمانجا. عادة أنا بستخدم المانجا عشان أعمل سلطة فواكه. عندنا شجرة مانجا في حديقة جدي. السؤال الثاني، اختيارات على الكلمات. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. There might be a power cut. احتمال يكون في انقطاع في الكهرباء. Make sure اتأكد. You have. لو أنا عندي انقطاع في الكهرباء هستخدم الكشاف. يبقى تورتش بمعنى كشاف. Wires أسلاك لا. Umbrellas شمسيات لا. Chairs كراسي برضو لا. يبقى كشافات. The nightmare الكابوس is a very bad dream. هو حلم سيء جدا. And what is a very big person شخص كبير جدا. يبقى giant العملاق شخص كبير جدا. I use my not to play squash. بستخدمي عشان ألعب السكواش. راكت. راكت اللي هو مضرب الراكت. راكت مضرب الراكت. Read and complete the text. اقرأ وأكمل النص with the words in the box. بالكلمات اللي في الصندوق. هنا جيب لي مجموعة كلمات، أحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. Oven فرن. Cut يقطع. Knife سكينة. Bake يخبز. Ingredients مكونات. We cook نطبخ. Lots of different things الكثير من الأشياء المختلفة. Such as مثل lentil soup شوربة العدس. فول مدمس and ملوخية. My favorite thing شيء المفضل to bake ده مصطلح كده. My favorite thing to bake إن أنا بخبزه is بسبوسة. This is هذا طبعا أنا خلاص خدت بيك فبشطب عليها كده عشان ما تلخبطش. How you make it دي طريقة ازاي تعملها. First أولا you need محتاج to turn your oven on تشغل الفرن. To get it hot عشان تبقى سخنة شوية. Then you mix the semolina بتقلب الدقيق. Coconut الجوز الهند. Sugar السكر. And melted butter والزبدة المذابة. You should mix these ingredients لازم تقلب هذه المكونات. By hand باليد. I love doing this بحب فعل ذلك. Then you add the yogurt بعد كده بتحط الزبادي. And pour the mixture وبتصب الخليط into a baking dish في طبق معين. You can use a knife ممكن تستخدم السكينة. To make عشان تعمل diamond shapes أشكال ماسية on top of the بسبوسة على البسبوسة. طبعا وصفة البسبوسة خدناها بالتفصيل ومفروض حفظناها. السؤال الرابع. Read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة. She is one of the two people واحد من شخصين. Who carried the Egyptian flag حملوا العلم المصري. At the Tokyo Olympic Games في ألعاب طوكيو الأولمبية. In 2021 في 2021. This is a great honor ده فخر عظيم. هداية was born اتولدت هداية on April في شهر 4 21 21 من شهر 4 21 4 1993 1993. She began practicing taekwondo بدأت في ممارسة لعبة التايكوندو. At the age of 7 في عمر 7. And won فازت many prizes بالكثير من الجوائز. At the age of 14 في عمر 14. هدايا won many important awards فازت بجوائز مهمة جدا. She won the bronze medal فازت بالميدالية البرونزية. At the Rio Olympics في ألعاب ريو الأولمبية in 2016 في 2016.
She also won the bronze medal. فازت أيضا بالميدالية البرونزية in Tokyo. في طوكيو in 2021 في 2021. بيج 35 صفحة 35 وأسئلة القطعة. النوع الأول تشوز اختار على القطعة. This text هذا النص is about an Egyptian taekwondo player عن لاعبة تايكوندو مشهورة. The underline word won. won يعني فاز. is opposite of lost عكسها خسر. won عكسها lost. النوع الثاني answer أجيبة. when did هداية ملاك متى هداية ملاك begin practicing تايكوندو بدأت في ممارسة لعبة التايكوندو. هقول بدأت في ممارسة لعبة التايكوندو وهي عندها كام سنة؟ 7 سنين. يبقى at the age of 7 وهي عندها 7 سنين. لما اجي احل سؤال شبه ده لازم اترجم السؤال واعرف ادوات الاستفهام. وين متى واقرا السؤال واستنتج معناه. وين was she born متى ولدت. She was born, اتولدت on April في شهر 4 21 1993 تاريخ الميلاد. السؤال الخامس رتب. سليم is watching a squash match. سليم بيتفرج سكواش ماتش على مباراة سكواش. How often does he train in Cairo؟ قد ايه بتشتي في القاهرة؟ How often does he train in Cairo؟ السؤال السادس صحح الصياغة. يعني ايه يا مستر؟ سؤال جديد وسهل. I don't have some milk. هنا الجملة دي منفية ويقول لي لو الجملة منفية بستخدم any مع الكميات والجمع. يبقى لا انا ما عنديش any milk اي لبن to make cakes عشان اعمل كيكة. some في الاثبات والعرض والطلب لكن any ده سؤال ونفي وده نفي يبقى اختار any. حمزة is bad on squash. لا at bad at سيء في bad at ما ينفعش اقول bad on اقول bad at squash سيء في السكواش. السؤال السابع بنك تويت علامات ترقيم. was she cooking in the kitchen؟ هل هي كانت بتطبخ في المطبخ؟ لازم ال W capital. was هنا بمعنى هل كانت يبقى علامة استفهام يبقى سؤال عشان بادئ verb to be في أول الجملة اللي هي was أو were في الماضي بمعنى هل. السؤال الثامن اكتب باراجراف على healthy and unhealthy food الطعام الصحي والغير صحي. ده العنوان بكتبه في نص سطر. جيب لي what food should you eat؟ الطعام الذي ينبغي أن أكله. What food shouldn't you eat؟ وإيه الطعام اللي المفروض ما أكلهوش؟ هنفتح مع بعض صفحة 13 في المذكرة وهتلاقوا رابط تحملها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. صفحة 13 معانا إيه؟ بيج 13 هتلاقوا أدي الموضوع healthy and unhealthy food الطعام الصحي والغير صحي. هسيب مسافة أول سطر. كتبنا العنوان سيبنا مسافة أول سطر. My favorite healthy food is chicken. طعامي الصحي هو الفراخ. I like it fried. بحبه مقلي. With some rice بالرز and salad with سلطة. My favorite unhealthy food. طب طعامي الغير صحي المفضل is chocolate. يبقى الفراخ صحي والشوكولاتة غير صحي. It isn't healthy. ليست صحية. Because it has a lot of sugar in it. فيها الكثير من السكر. My mother buys chocolate. أمي بتشتري الشوكولاتة. For us لينا. But ولكن we don't eat it a lot. ما بناكلهاش كثيرا. هنا بقرأ الباراجراف كذا مرة. بفهم الفكرة. أشوف شكل الباراجراف العنوان. أسيب مسافة كابيتال والنقطة. أشوف تكوين الجمل كونها إزاي من فاعل وفعل وتكملة. وأكتبه لوحدي وأبدأ أراجع أخطائي. كده يبقى خلصنا الامتحان التالت. بيج 36 صفحة 36 النموذج الرابع. الامتحانات طبقا للمواصفات. السؤال الأول listen and circle the correct answer. استمع واختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. نسمع ونحل. I am Hani. I like sports. I love watching squash.
I love watching squash. It's my favorite sport. I am very good at playing squash. I am very good at playing squash. I use my rackets. I use my rackets to play squash. I am bad at playing football. ده بالنسبة للسؤال الأول. هاني بيحب الألعاب. لعبته المفضلة السكواش. بيستخدم الراكت المضرب. هاني سيء في كرة القدم. 4 نقط، كل نقطة عليها درجة ونص. السؤال التاني، تشوز ولكن اختيارات على كلمات المنهج. I bought new swimming نقط to swim in the pool. اشتريت ايه؟ يبقى swimming shorts، شورت السباحة عشان أعوم في البركة. إيكو تورستس، السياح البيئيون. ستي بيقعدوا. إن سمول لوكال هوتيلز، فنادق محلية صغيرة. أور بي تو ستي إن بيبولز هاوسز، أو بيقعدوا في بيوت الناس، بيأجروا كده أوضة مثلا في بيت عشان ما يأذوش البيئة. هل بيقعدوا في بوكس الصناديق؟ لأ. كيفز كهوف؟ لأ. كيجز أقفاص؟ لأ. I like نقط because I can do a lot of moves and high kicks. اللعبة اللي أنا بعمل فيها حركات عالية. يبقى كونغ فو. سكواش لأ. تنس لأ. سويمنج لأ. We buy and sell things. بنشتري ونبيع الأشياء. At the market، في السوق. زو حديقة حيوان طبعا لأ. سكول مدرسة لأ. هوتيل فندق لأ. يبقى ماركت سوق. السؤال التالت، read and complete، اقرأ وأكمل. the text، النص. with the words in the books، بالكلمات. big يعني كبير الحجم. living things، الكائنات الحية. ecosystem، النظام البيئي. rocks، صخور. small، صغير الحجم. everything، كل شيء. in the natural world، في العالم الطبيعي. is connected، متوصل أو متواصل مع بعض أو له علاقة ببعض. this connection، هذه العلاقة. between living and non-living things، بين الكائنات الحية والغير حية. is called an ecosystem، بتتسمى نظام بيئي. ecosystems، الأنظمة البيئية. can be small، ممكن تبقى صغيرة. like a rock ball، زي ايه؟ بركة ماء. or they can be very big، أو ممكن تبقى كبيرة الحجم. like the Amazon rainforest، زي غابة الأمازون. ذا نوت ان اروك بول، يبقى ذا ليفينج ثينجز، الكائنات الحيه. في البحيره الصخريه ار فيش، سمك. كرابس اند سي ويد. ذا نون ليفينج ثينجز، الكائنات بقى او الاشياء الغير حيه. ار روكس مثلا، صخور. ووتر، ماء. ساند، رمال. اند سان لايت، وضوء الشمس. all these things، كل هذه الأشياء. work together، تعمل معا. to make an ecosystem، عشان تعمل نظام بيئي. there are lots of different ecosystems on earth، في الكثير من الأنظمة البيئية المختلفة على سطح الأرض. السؤال الرابع، قطع عليها أسئلة، نقرأ قطع ونترجمها ونحل الأسئلة. لو الموضوع صعب أرجع الأول للأسئلة، أفهم معناها وترجمها وأرجع للقطع بعد كده بعناية كده وابدأ أحدد الإجابات. I was at school، أنا كنت في المدرسة. with my classmates، مع زمايلي. then it started to get dark، ثم بدأت تظلم. we went outside، خرجنا. then I saw the tornado، شفت الإعصار. and it was very frightening، وكان مخيف. it was a very big white black cloud، سحابة سوداء عريضة كبيرة. as it came near us، بينما هي تقترب مننا. it was getting bigger، بتبقى أكبر. and it was twisting around، وبتلف كده حوالين نفسها. we could see things in it، شفنا حاجات فيها. like doors، بيبان. and bits of houses، وقطع من المنازل. when it was closer، لما بقت أقرب. it got even wider and darker، بقت أكبر وأكثر ظلاما. the next day، تاني يوم. we found out that the tornado، واكتشفنا إن التورنيدو hurt، جرح a lot of people، الكثير من الناس. and destroyed، ودمر. many homes، الكثير من البيوت. and other buildings، والمباني الأخرى. page 37،
صفحة 37 وأسئلة القطع. When the tornado became closer، لما التورنيدو أصبح أقرب. It got not and darker، تبقى wider and darker. The underlying word frightening، frightening هنا مخيف، has the same meaning، نفس معنى scary، مخيف. النوع الثاني من الأسئلة على القطع، answer أجب. Summarize the second paragraph، لخص الفقرة الثانية in one sentence، في جملة واحدة. هقول مثلا the tornado is very dangerous، عشان هو دمر. البيوت وأصاب الأشخاص، بس كده. Do you think، هل تعتقد the writer wants to see the tornado again، الكاتب عايز يشوف التورنيدو مرة تانية؟ طبعا لا. No I don't think so، لا أعتقد ذلك. السؤال الخامس، رتب. Do you have any mango trees، هل عندك أي من أشجار المانجا؟ Do you have any mango trees؟ ذهن الفرخة was كانت on the floor. السؤال السادس اللي هو الجديد، صحح الصياغة. There are some water، المية مفرد، تبقى there is، أي كمية مفرد. are تحول is. يوجد بعض الماء in the bottle، في الإزازة. طارق and نهى were visited، were visiting، ماضي مستمر. was a word بيجي مع ال ing، بيزوروا their uncle، عمهم at 8 p.m. yesterday، أو كانوا بيزوروا عمهم الساعة 8 امبارح. يبقى بنصحح الصياغة. السؤال السابع، بنك تويت علامات ترقيم، بنك تويت علامات ترقيم. I don't go to school on Fridays، هنا الاي كابيتال. لا اذهب الى المدرسة ايام الجمعة، يبقى دي جملة تبقى فول ستوب، بدأ بضمير اي او اسم، تبقى ايه؟ فول ستوب جملة. السؤال الثامن، اكتب بايوجرافي، write a biography، اكتب سيرة ذاتية of about 30 words، من 30 كلمة، باستخدام العناصر الارشادية. جيب سبورتس، اسليت، لاعب رياضي. وين يفوز، كومبيتيشنز، مسابقات او منافسات. ابدا افكر، عايز اتكلم على سيره ذاتيه. عندي مين؟ عندي شريف عثمان، وعندي هدايا ملك. طبعا المذكره هتلاقوها في صندوق الوصف، الرابط، فحملوها وافتحوا معايا، افتحوا معايا صفحه 13 بيج 13. هنا في جايب لي a biography about a famous athlete، سيرة ذاتية عن شخص مشهور. هنا جاب لي شريف عثمان، وهنا جاب لي هدايا ملك. احفظ اي واحد. نتكلم عن شريف عثمان، كتبنا العنوان، نسيب مسافة. شريف عثمان is a famous athlete، لاعب مشهور. he won، هو فاز، many awards، بالكثير من الجوائز. he can compete، هو قدر ينافس، in important competitions، في المنافسات او المسابقات المهمة. he wants، هنا هي عايدة على شريف عثمان، هو يريد to win new medals، أن يفوز بميداليات جديدة. in the future، في المستقبل. his favorite sport، لعبته المفضلة، is weight lifting، رفع الأثقال. he spends، هو بيقضي، many hours، كثير من الساعات، training every day، في التدريب كل يوم. العنوان، سيبنا مسافة، واتكلم بجمل سهلة وبسيطة. هو ايه؟ بيعمل ايه؟ لو اتولد، اتولد امتى؟ اتولد فين؟ اتكلم عن حياته وعن انجازاته وحياته المهنيه. وكده يبقى خلصنا النموذج الرابع، بيج 38، صفحه 38. هتلاقوا تحميل المذكره في صندوق الوصف. بيج 38، النموذج الخامس. السؤال الاول، listen and circle the correct answer، استمع واختار الاجابه الصحيحه from A B C و D، من الاربع اختيارات. نسمع ونختار. Mona goes to the party with her sister. Mona is wearing as a princess. Mona has white gloves on her hands. Mona has a crown on her head. Mona is wearing a striped dress. يبقى مونا بتروح للحفلة مع أختها. مونا لابسة جوانتي ابيض في ايديها، منى عندها تاج، منى لابسه
فستان مخطط. السؤال الثاني أزيد اختياري بس على كلمات المنهج. The farmer الفلاح uses his knot to cut the wood، بيستخدم ايه عشان يقطع الخشب؟ اكس الفاس، هن فرخة لأ، سبون ملعقة لأ، فورك شوكة لأ. She is good at sports، هي جيدة في الألعاب الرياضية. She is a famous، أكيد أسليت، لاعبة مشهورة. دكتور طبيبة لأ، تيتشر مدرس أو مدرسة لأ، فيت طبيب بيطري لأ. أنا وات هيلب سيك أنيمالز، من اللي بيساعد الحيوانات المرضى تو جيت بيتر، إن هي تتحسن؟ فيت الطبيب البيطري. نقط نيو هاو تو ريد اند رايت ويل، بيعرف يقرا ويكتب بسهوله جيده، مين يا ترى؟ سكرايبس، سكرايب يعني الكاتب في مصر القديمه. كرافتس من الحرفيين لا، تريدرز التجار طبعا لا، فارمرز الفلاحون لا. السؤال التالت قطع ناقصه كلمات. سوليوشنز حلول، تيم فريق، اوفيس مكتب، هايدنج يختبئ، سولفينج يحل. اي ام احمد، اسمي احمد. When I was young، وأنا صغير السن. I knew، أنا عرفت. I didn't want to work with animals، إن أنا ما حبيتش أشتغل مع الحيوانات. They scare me، هما بيخوفوني. I am not keen on being outside، ما كنتش متحمس إن أنا أشتغل بره البيت أو بره مكان في الشارع مثلا. So I wanted an office، كنت عايز مكتب، أقعد على مكتب وأشتغل. an office job، وظيفة مكتبية. when I was young، لما كنت صغير. I loved playing computer games، حبيت ألعاب الكمبيوتر. I also really enjoy solving problems، حبيت حل المشكلات. so in my job، لذلك في وظيفتي. I do both، بعمل الاثنين. I also enjoy working with other people، بتمتع بالعمل مع الآخرين. there are 16 people in my team، في 16 شخص في فريقي. We don't always agree، مش دايما بنتفق. But we work out، ولكننا بنستنتج the best solutions، أفضل الحلول. The best solutions، بنستنتج إيه؟ أفضل الحلول. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة، نقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. عايز تروح للسؤال الأول تفهم معناه وتترجمه، بعد كده ترجع للقطع تدور على إجابته، مفيش مشكلة. نقرا القطعة. There are many things، يوجد الكثير من الأشياء. We can do، بنقدر نعملها. To live a healthier life، عشان نعيش حياة أكثر صحة. For example، على سبيل المثال. We can include fruit and vegetables in our meals، بنحط الفواكه والخضروات في وجباتنا. They are healthy and delicious، هي صحي جدا ولذيذة جدا. Junk food isn't good، طبعا مش جيد، الأطعمة junk food أو الأطعمة السريعة، الوجبات السريعة. For us، لينا. So we shouldn't eat، لا ينبغي أن نأكلها. Eat، اتقلت كثيرا. Also أيضا. Try to do some exercise، حاول تقوم ببعض التمارين. Perhaps، ربما. You love swimming، تحب السباحة. Or football، أو حتى كرة القدم. Any kind of exercise، أي نوع من التمارين. Is good for you، جيد ليك. You could ride your bike to school، ممكن تركب دراجتك للمدرسة. Not only this good exercise، مش هذا التمرين الجيد فقط. But it means، ولكن يعني. There are fewer cars، في سيارات أقل، لما تركب الدراجة هيبقى في سيارات أقل. On the road، على الطريق. And less pollution، وتلوث أقل. Play games، العب ألعاب. And have fun، تمتع. هيسألني في معناها في عكسها تحتيها خط. With your friends، وتمتع مع أصدقائك. Page 39، صفحة 39 وأسئلة القطع. This text is about، النص عن إيه؟ أكيد healthy life، الحياة الصحية. The underlying phrase have fun، عبارة have fun معناها إيه؟ Enjoy، يتمتع. Answer أجب، النوع التاني answer أجب. Why shouldn't we eat junk food a lot؟ لماذا لا ينبغي أن نأكل الجانك فود؟ هقول لأنه ليس جيد لنا. Because junk food isn't good for us،
منشن يعني وضح. تو هيلثي هابتس، عادة من العادات الصحية. وي شود دو فروم ذا تكست، لازم نعملهم من النص. أول حاجة مثلا وي شود انكلود فروت اند فيجيتابلز، نحط الفواكه والخضروات in our meals، في وجباتنا. طيب تاني حاجة مثلا ايه؟ we should do exercises، او we should ride our bikes، نركب دراجاتنا to school مثلا، لو طلاب يركبوا العجل بتاعهم للمدرسة بدل ما يركبوا مواصلات والتلوث والزحمة. السؤال الخامس، رتب ايكو سيستم أو إيكو توريزم، السياحة البيئية. لوكس أفتر، بتعتني بيه. ذا إنفايرومنت، البيئة. وات وود يو لايك تو درينك، تحب تشرب ايه؟ السؤال السادس، ده السؤال الجديد، صح الصياغة. يعني ايه يا مستر؟ هنا بيقول لي there are any potatoes in the kitchen، دي جملة مثبتة، وهنا في النفي والسؤال يبقى صم. عادي يعني اني ما تنفعش احط صم، يوجد بعض البطاطس في المطبخ، يبقى اشيل الكلمة واحط كلمة صياغتها صح. How many do you go to the park once a week، مرة في الأسبوع، يبقى السؤال بهاو أوفن، كم مرة؟ فشيل مني وحط هاو أوفن، كم مرة بتروح فيها الحديقة؟ مرة في الأسبوع. السؤال السابع، بنك تويت علامات ترقيم، أسوان is in the south of Egypt، أسوان في جنوب مصر، الـ A capital. طب دي جملة يبقى فول ستوب، بدأ باسم، يبقى الجملة لو بدأ باسم أو ضمير تبقى جملة عادية. السؤال الثامن، اكتب باراجراف من 30 كلمة على a job you would like to do in the future، وظيفة تحب تعملها في المستقبل. بكتب العنوان في نص السطر، أشوف هنا محدد لي ولا مش محدد لي، محدد لي أكتب اللي هو قايله، مش محدد أكتب من عندي. طب هنا قايل لي name of the job، اسم الوظيفة افيت طبيب بيطري، يبقى هنا حدد لي الطبيب البيطري. What do you do in the job، بتعمل إيه في الوظيفة؟ help sick animals، بتساعد الحيوانات المرضى. نرجع صفحة 15، هتلاقوا رابط التحميل في صندوق الوصف، حمله وافتحوا معايا صفحة 15، هتلاقوا الباراجرافز، الباراجرافات اهي بيج 15. يور فيوتشر جوب، وظيفتك المستقبلية، بكتب العنوان اللي جايبه لي في نص سطر، بسيب مسافة أول سطر وأبدأ أتكلم. هنا باخد نموذج بفهم إزاي كاتب وأكتب شبهه. When I am older، عندما أكون أكبر سنا، I want to be a vet، أريد أن أكون طبيب بيطري. Because I love animals، لأني أحب الحيوانات. Because I love animals. I think، أعتقد. This is a good job، إن هي وظيفة جيدة. For me، ليا. Because I like helping animals، عشان أنا بحب أساعد الحيوانات. أفهم الفكرة وكتب الجمل إزاي. Some days، بعض الأيام. A vet work outside، طبيب البيطري يشتغل بالداخل جوه مكان. If an animal needs an operation، لو الحيوان بيحتاج عملية. The room has to be very very clean، لازم الحجرة تبقى نظيفة جدا جدا. The worst part، أسوأ جزء of this job، من هذه الوظيفة. Is تكون if an animal gets sick، عندما يصبح الحيوان مريض. In the night، في الليل. I'll get out of bed، بقوم من على السرير، بنهض من على الفراش. كتبنا العنوان، سيبنا مسافة، حرف الأول كابيتال في نهاية الجملة فول ستوب. أكتب جمل بسيطة، مش لازم أكتب نفس الباراجراف، ألخصه، أكتب نفس الأفكار، أفهم الفكرة. وبكده يبقى خلصنا الامتحان الخامس أو النموذج الخامس، بيج 40، صفحة 40. النموذج السادس، السؤال الأول، listen and circle the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة. From A B C or D، من الأربع اختيارات، نسمع ونحل. The جلابية is a traditional Egyptian clothing، it's made from cotton، it's made from cotton.
The جلابية have pockets but they're hidden. The sleeves are long so we don't get sunburned. The sleeves are long. يبقى الجلابية هي traditional Egyptian clothing، ملابس مصرية تقليدية مصنوعة من القطن، القطن فيها بوكتس جيوب ولكن هي دي المخفية. sleeves الكمام are long طويلة so we don't get sunburned. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني choose اختيارات ولكن على الكلمات. nut are my favorite fruit I like to eat them. فاكهتي المفضلة بحب أكلها. يبقى pineapples أناناس. carrots الجزر لأ. eggs البيض لأ. onions البصل لأ. tourism gives not for local people gives job. بتوفر السياحة الوظائف للسكان المحليين. the نقط are buzzing all the day بيزنوا طول اليوم. اللي بيزن bees النحل. cats القطط لا طبعا. ants النمل. snakes الثعابين. يبقى bees النحل. اقوى النقط means all the animals plants rocks inables كل الحيوانات والنباتات والصخور في مكان. كل الحيوانات والنباتات والصخور في مكان يبقى ايكو سيستم النظام البيئي. كل الحيوانات والنباتات والصخور فين؟ في مكان واحد. السؤال الثالث قطع ناقص كلمات. تريدرز تجار. ويف يعني ينسج او يخيط. سيرشنج يبحث او البحث. فارمرز فلاحون. سكرايبس كتاب. people in ancient Egypt الناس في مصر القديمة. worked very hard عملوا بجد جدا. everyone had a job كل واحد عنده وظيفة. نقط planted crops من اللي بيزرع المحاصيل تبقى farmers بالظبط الفلاحون. زرعوا المحاصيل like wheat زي القمح. corn الذرة and flax والكتان. craftsmen الحرفيون used to weave clothes بينسجوا الملابس. and make cooking pots بيعملوا الاواني الفخاريه. not traveled من اللي سافر يبقى traders التجار. traveled up and down the Nile buying لكي يشتروا and selling goods ويبيعوا البضائع. not knew how to read من اللي عرف ازاي يقرا scribes الكتاب في مصر القديمة. women could weave baskets حتى النساء نسجت الباسكتس. make sandals عملت الساندلز. and sell them at the market كله كان شغال كله كان عارف أهمية العمل. السؤال الرابع قطع لأسئلة. نقرأ قطعة ونترجمة ونحل الأسئلة. لو الوضع صعب أرجع الأول للأسئلة أقراها وأحاول أفهم معناها وأرجع للقطع وأحل. نبدأ بقراءة القطعة. people have three meals لدى الناس ثلاث وجبات. every day كل يوم. breakfast فطار. lunch غدا and dinner عشاء. زي دي عايدة على الناس هيسألني فيها زي عايدة على people. they eat these meals بياكلوا هذه الوجبات in the morning في الصباح. in the afternoon بعد الظهر and in the evening وفي المساء. but ولكن most people معظم الناس don't care لا يهتموا about what they should eat عن اللي المفروض ياكلوه. for each meal لكل وجبة. doctors الأطباء say that بيقولوا healthy food الطعام الصحي is very important مهم جدا. and people والناس should eat lots of fruits ينبغي أن يأكل الكثير من الفواكه and vegetables والخضروات. أكيد الأطباء بيقولوا الطعام الصحي مهم والناس ده لازم يأكلوا فواكه وخضروات. to keep healthy لكي يظلوا بصحة جيدة. they also advise people أيضا بينصحوا الناس to drink إن هم يشربوا a lot of fresh water الكثير من الماء العذب and practice وبيمارسوا أو يمارسوا a sport لعبة رياضية every day كل يوم. page 41 صفحة 41 وأسئلة القطعة. people have not meals every day الناس عندها كم وجبة أساسية كل يوم؟ 3 3 فطار وغدا وعشاء. the underline pronoun they الضمير اللي تحته خط زي refers to يشير إلى people للناس. النوع الثاني من الأسئلة على القطع أنسر أجب. what should people eat ماذا ينبغي على الناس أن يأكلوا؟ طبعا
They عايدة على الناس. They should eat. ينبغي أن يأكلوا. A lot of fruits. الكثير من الفواكه. And vegetables والخضروات. لو قال لي why لماذا أقول له to keep healthy لكي يظل بصحة جيدة. Summarize لخص. The first paragraph in one sentence في جملة واحدة هقول إيه؟ We have three meals إحنا عندنا ثلاث وجبات كل يوم بس اللي هو الفطار والغداء والعشاء. تلخيص للفكرة. السؤال الخامس رتب. Fewer people يعني القليل من الناس في مصر القديمة. Work it عمله as scribes ككتبة كانت مهنة صعبة جدا. Do ecotourists هل السياح البيئيون do eco tourists هنا مفيش do eco tourists هل السياح البيئيون like to travel بيحبوا يسافروا باي بلين طبعا لا عشان الطيارات بتلوث الجو فبتدمر البيئة هم مش بيحبوا يدمروا البيئة عشان كده سموا نفسهم ايكو تورستس السياح البيئيون ايكو يعني انفايرومنت ليها علاقة بالبيئة. السؤال السادس على الجرامر صحح الصياغة. حازم از جريت ات دو كراتي لا دوينج جريت ات بيجراها اي ان جي. حازم رائع في القيام بالكاراتيه. اي جو تو ذا لايبراري انا بروح للمكتبه. تو ريد ستوريز لكي اقرا قصص يبقى تو الماستر تو الماستر. السؤال السابع بنك تويت علامات ترقيم. ماي فيفورت فود از رايس طعامي المفضل رز. الام كابيتال. طب ودي جمله تبقى فول ستوب في نهايه الجمله نقطه. السؤال الثامن اكتب باراجراف على سبورتس ان ايجيبت على الالعاب الرياضيه في مصر. هكتب العنوان في نص سطر. هنا جايب لي بلاي فوتبول يلعب كرة قدم جود اد جيد فيه زي ما قلنا هتلاقوا في صندوق الوصف رابط تحميل مراجعة المعاصر افتحوا معايا صفحة 13 هتلاقوا الموضوع نقراه مع بعض. بيج 13 صفحة 13 سبورتس ان ايجيبت العنوان في نص سطر بيقول لي زير ار يوجد a lot of sports الكثير من الالعاب ان ايجيبت في مصر. فوتبول كرة قدم swimming سباحة tennis and squash are the most popular sports. يبقى فيه في كرة القدم كسر من الألعاب كرة قدم وسباحة وتنس وسكواش ودول أكثر الألعاب منتشرة. There are a lot of famous football players في الكثير من اللاعبين كرة القدم المشهورين in Egypt في مصر. My sister أختي likes practicing بتحب ممارسة sports الألعاب الرياضية. She likes swimming بتحب السباحة. She usually goes swimming on Fridays. عملنا ايه يا مستر؟ كتبنا العنوان سيبنا مسافة أول سطر وكلمنا مقدمة في ألعاب زي كذا وكذا وبعد كده قلنا ايه؟ في الكثير من اللاعبين. طب أنت عايز تزود هقول my favorite player is محمد صلاح مثلا لاعبي المفضل محمد صلاح. I want to be a footballer أريد أن أكون لاعب. I play football in the park أو at the club. هنا أبدأ أزود جمل أنا باخد الفكرة وبمشي شبهها وبكده يبقى خلصنا النموذج السابع. بيج 42 صفحة 42 والامتحان السابع. السؤال الأول listen and circle the correct answer استمع واختار الإجابة الصحيحة from A, B, C أو D من الأربع اختيارات نسمع ونحل. شريفة عثمان is a famous athlete. He won many prizes. He can compete in important competitions. He wants to win new medals in the future. His sport is weightlifting. He spends many hours training every day. هنا جايب لي نص استماع على شريف عثمان طبعا خدناه وحفظناه فيبقى سهل وسؤال الاختياري في الاستماع بيبقى سهل ان شاء الله. السؤال الثاني برضو تشوز اختار بس دي على الكلمات. نقط ذا بسبوسه ان ذا اوفن يبقى بيك.
اخبز البسبوسة او حطها في الفرن، درينك يشرب، لا ايت ياكل، ميكس يخلط، لا. شي از جود ات بلينج ذا بيانو، هي جيدة في العزف على البيانو. شي از ا بيانيست، هي عازفة بيانو. ساينتست عالم، لا. جيولوجيست، لا. جورناليست صحفي، لا. يبقى بيانيست عشان بيانو. رانا از ويرينج نوت اون هير هاندز، بتلبس ايه في ايديها؟ جلوفز، جوانتي. إليفنتاين ايلاند، جزيرة إليفنتاين، is full of history، هي مليئة بالتاريخ. ماث، رياضيات طبعا لا، ساينس علوم لا، وعربك لغة عربية اكيد لا، يبقى history. السؤال التالت، قطع ناقصة كلمات. شوكليت، شوكولاتة، ليتل قليل للكمية وتيجي بمعنى صغير. تشيكن، دجاج، جرو يزرع، healthy صحي. I love chocolate، بحب الشوكولاتة. But it's unhealthy، ولكنها غير صحية. We should eat a little، ينبغي أن نأكل القليل. My brother، أخي، likes healthy food، بيحب الطعام الصحي. He likes chicken، بيحب الدجاج. And the fish، والسمك. Fruits، الفواكه. And the vegetables، والخضروات. Are very healthy، صحية. I love mango، بحب المانجا. We can grow، بنقدر نزرع. A mango tree، شجرة مانجا. In our garden، في حديقتنا. السؤال الرابع، قطع لأسئلة. نقرا القطع ونترجمها ونحل أسئلة. لو الموضوع صعب ابدأ بالأسئلة، اقراها وافهم معناها، وارجع للقطع بالقلم الرصاص، عينك على القطع بسرعة، وحدد أماكن الإجابات. لكن احنا طبعا هنبدأ بقراية القطع. Telephones are very useful، التليفونات مفيدة جدا. Telephones are very important for us، مهمة لينا. These days، هذه الأيام. Telephones are a communication tool، هي وسيلة للاتصال. People can talk on the phone، الناس بيقدروا يتكلموا في التليفون. At any time، في أي وقت. They can talk to their friends، بيكلموا مع أصدقائهم. And families، وعائلتهم، easily، بسهولة. Talking on the phones، التحدث في التليفونات، doesn't cost much money، مش بيتكلف فلوس كتير. People can use them، الناس ممكن تستخدمهم. In different things، زم دي عايدة على التليفونات، بأشياء مختلفة. But people should use them well، بس الناس لازم تستخدمهم بصورة جيدة. It's not good، ليس من الجيد. To talk for a long time، إن أنت تتكلم لمدة طويلة. On phones، على التليفونات. Also أيضا، we shouldn't talk in our work time، لا ينبغي أن نتحدث في وقت العمل. أسئلة القطع، this text is about، النص ده عن telephones، أكيد عن التليفونات. Page 43، صفحة 43 وباقي القطع. Talking on the phone، التحدث في التليفون. Costs، بيتكلف إيه؟ أكيد little money، فلوس قليلة. هو قال لي هنا في القطع ما بيتكلفش فلوس كتير، يبقى بيتكلف فلوس قليلة. النوع التاني من الأسئلة على القطع، أنسر أجب. What does the underlined pronoun them refer to؟ them عايدة على إيه؟ عايدة على تليفونز. How should people use telephones؟ كيف ينبغي على الناس إن هم يستخدموا التليفونات؟ They should use them well. They should use them، لازم يستخدموهم well، بصورة جيدة. ممكن أكمل. It's not good to talk for a long time on phones، أو we shouldn't talk in our work time، يعني آخر سطرين في القطعة لو عايز تكبر شوية الإجابة، لكن دي صح. السؤال الخامس، رتب. There is some cheese in the kitchen، في بعض الجبنة فين؟ في المطبخ. There is some cheese، في بعض الجبنة. In the kitchen، فين؟ في المطبخ. What، what sport، اللعبة. Are you good at، اللي انت جيد فيها. السؤال السادس، صحح الصياغة، ده سؤال جديد وسهل. You must eat in the library، يجب أن تأكل في المكتبة. طبعا لا، يبقى you mustn't، لا يجب أن تأكل في المكتبة.
they are bad at، هما سيئين في running الجري. يبقى هنا bad at بيجراها ال ing ولا يجب تبقى must. يبقى انا بصلح الصياغه بس. السؤال السابع بنكتويت علامات ترقيم، نقطتين كل نقطه عليها درجه، ال W capital، Saturday ايام الاسبوع capital، هنا في فول ستوب اهي مكتوبه خلاص. بعمل حاجتين، ال W وال S في ايام الاسبوع. السؤال الثامن والاخير في الامتحان السابع، اكتب بايوجراف على a famous place in Egypt، مكان مشهور في مصر. هنا جايب لي العنوان هكتبه في نص السطر، beautiful place، مكان جميل، had lunch، تناول الغداء. طبعا موجود رابط تحميل مذكرة، هتلاقي البايوجرافات. نفتح مع بعض صفحة 14، صفحة 14 هنلاقي اهو البايوجراف، نفهم فكرته. A fantastic place in Egypt، مكان رائع في مصر. هنا بيقول لي Elephantine Island، جزيرة فيلة، is one of، واحدة من the most fantastic places، من أكثر الأماكن روعة in Egypt، في مصر. العنوان في نص السطر بالعلامات التنصيص، سيبنا مسافة، بدأنا بالكابيتال، خلصنا الجملة، حطينا في نص ونكمل عادي. It is in أسوان، هي في أسوان. نكتب جمل بسيطة، It is the oldest part of أسوان، أقدم جزء في أسوان. The island is full of history، الجزيرة مليئة بالتاريخ. Yesterday امبارح I went to the island، روحت للجزيرة. With my friends، مع أصدقائي. By boat، بالقارب. It is really a beautiful place، حقا مكان جميل. We had lunch there، اتغدينا هناك. باخد الفكرة، ورايا علامات الترقيم. وبكده يبقى خلصنا النموذج السابع، page 44، صفحة 44، والامتحان الثامن، والامتحان الثامن. السؤال الأول، listen and circle the correct answer، استمع وضع دائرة على الإجابة الصحيحة. From A B C و D، من الأربع اختيارات. نص استماع، أسمع واختار. عمر was climbing on an island with his two cats. عمر fell onto the beach. عمر hurt his wrist. 2 hours later, the people came to save عمر. ده السؤال الأول، بسمع وإيه؟ واختار. بالنسبة للسؤال الثاني، هي أسئلة اختياري، ولكن أسئلة اختياري على المنهج. Choose the correct answer from A, B, C, or D. اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. I use not when I play squash. بستخدم إيه لما بلعب السكواش؟ أكيد راكتس، مضارب الراكت. إيكو توريزم، السياحة البيئية. إيكو بي وتوريزم، السياحة، السياحة البيئية. نوت ذا انفايرومنت اند هيلبس لوكال بيبول. يبقى لوكس افتر، السياحة البيئية، تعتني بالبيئة وتساعد السكان المحليين. ذا سومبرورو از ا تراديشنال مكسيكان هات، هي طاقية أو قبعة مكسيكية تقليدية. سكرايبس، الكتاب في مصر القديمة. كتبت نقط اند ليستس فور ميني ثينجز ان انجنت ايجيبت. يبقى كتبت ريكوردس، السجلات، اند ليستس، هم حافظوا واحتفظوا بالسجلات والقوائم للكثير من الاشياء في مصر القديمه. السؤال الثالث، قطع ناقصه كلمات، احط الكلمه المناسبه في المكان المناسب، والافضل كمان احاول اترجم الكلمات. اثليت، لاعب رياضي. كايند يعني طيب. برايز، جايزه. كومبيتيتور، منافس. وين يفوز. هدايه، ملاك، از ا فيموس ايجيبشن تايكوندو بلاير، لاعب التايكوندو مصريه مشهوره. شي واز بورن ان 1993، اتولدت في عام 1993. شي از ا فيري كايند بيرسون، شخص طيب جدا. شي هيلبت، هي ساعدت. امريكان اثليت، لاعبه رياضيه مغربيه. With special needs، عندها احتياجات خاصة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. راجا جارميج had no one، ما كانش عندها ولا واحد. To compete against، تنافس ضده. So هداية became her competitor، أصبحت منافستها. And lost، وخسرت. راجا could therefore win the gold medal، وقدرت علاوة على ذلك تفوز بالميدالية الذهبية، وين ذا جولد ميدال. السؤال الرابع، read the text، اقرأ النص. and answer the questions، واجب على الأسئلة. there are، يوجد.
a lot of wonderful places، الكثير من الأماكن الجميلة. In Egypt، فين في مصر؟ أسوان is one of these places، أسوان واحدة من هذه الأماكن. أسوان is a beautiful and complex، هي مكان هادئ وجميل. There isn't much traffic، لا يوجد الكثير من المرور، الدنيا كده حلوة ما فيهاش عربيات كتير. So it's quiet، الجو هادئ. And the air is clean، والهواء نقي. There are no forests، مفيش غابات. But there are lots of trees، بس في الكثير من الأشجار. So it's quite green، إلى حد ما خضراء. Last summer، الصيف اللي فات، I visited، أنا زرت أسوان with my family، أسوان مع عائلتي. We went to Elephantine Island، رحنا لجزيرة فيلة. By boat، بالقارب. It's a fantastic place، مكان رائع. Elephantine Island is full of history، مليئة بالتاريخ. Page 45، صفحة 45، وأسئلة القطعة. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The underlined word beautiful، هنا beautiful أو the underlined word wonderful. Wonderful يعني رائع. Means معناها إيه؟ أكيد amazing، مدهش. هل dark مظلم؟ لأ. أجلي قبيح؟ لأ. بيت سيء؟ لأ. يبقى amazing، wonderful، amazing. There are lots of نقط in أسوان، so it's green. يوجد الكثير من إيه؟ أكيد forests، الغابات في أسوان، أو الأشجار أو السيارات. There are يوجد lots of نقط in أسوان، so it's green. يبقى lots of trees، في الكثير من الأشجار في أسوان ولذلك هي خضراء. النوع الثاني من الأسئلة على القطع، أنسر أجب. Summarize، لخص. The first paragraph، الفقرة الأولى، in one sentence، في جملة واحدة. حول أسوان، عايز تلخيص يشمل معنى الفقرة. Is a calm and green place، مكان هادئ وأخضر فيه أشجار. When did the writer and his family visit أسوان، إمتى الكاتب وعيلته راحوا أسوان؟ Last summer، الصيف اللي فات. السؤال الخامس، put the words in the correct order، حط الكلمات في الترتيب الصحيح. What would you like to eat؟ What would you like to eat؟ جملتين على الترتيب، تحب تاكل ايه؟ السؤال الثاني، it is hot in summer، الجو حار في فصل ايه؟ الصيف. السؤال الثالث، صحح، ده سؤال جديد ولكنه سهل، صحح الصياغة. We need to packing our suitcases، احنا عرفنا ان need to بيجوا لها المصدر، فبشيل ال ing، يبقى to pack. محتاجين نحزم شنطنا، نجهز شنطنا. Is there some juice in the fridge؟ لا، any في النفي والسؤال. وهنا بيسأل هل في عصير في التلاجة؟ يبقى is there any juice، هل في عصير في التلاجة؟ يبقى any في النفي والسؤال. السؤال السابع، بانكت ويت علامات ترقيم، بانكت ويت. What's حمزة's favorite food؟ هنا ال W capital، الأبوستروفي موجودة، ال H موجودة، الأبوستروفي موجودة، خلاص ده سؤال يبقى علامة استفهام. هيبقى ناقص حاجتين، كل حاجة عليها نص درجة، يبقى البانكت ويت بإيه؟ بدرجة. السؤال الثامن، اكتب باراجراف من 30 كلمة على كلوز الملابس، جيب لي جلابية وميد فروم كوتون، مصنوعة من القطن. هتلاقوا رابط تحميل المذكرة في صندوق الوصف، لو حملناها وفتحنا صفحة 14 هتلاقي الباراجرافز. هنا جايب لي تراديشنال كلوز، ملابس تقليدية، هبكتب العنوان في نص السطر على حسب انا جايبه لي. طب لو اتكلمني عن الجلابية، هتكلم دلوقتي عن الجلابية. The Egyptian people، المصريون، wear many traditional clothes، بيلبسوا ملابس تقليدية عديدة. سيبنا مسافة وفي أول سطر حرف الأول كابيتال. ثم many men، كثير من الرجال، wear the جلابية، بيلبسوا الجلابية. This is a long white robe، هو روب أبيض طويل. That is very popular، محبوب جدا. It looks really cool، جميل جدا to wear. It's made from cotton، مصنوع من القطن. And is usually white، وإيه؟ عادة أبيض. The sleeves، الكمام، are long، طويلة. So لذلك we don't get sunburned، مش بنتعرض لحروق من الشمس. It has pockets، في جيوب،
but they are hidden ولكنها مخفية. يبقى لما اجي اكتب باراجراف بكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، بسيب مسافة في اول سطر، حرف الاول كابيتال في نهاية الجملة. طب انا ما خلصتش، بكمل عادي فول ستوب. طب في مكان بكمل الجملة التانية ثم ابدأ من اول سطر. طب يا مستر دي عددها كبير، لخص يعني، خد الفكرة وابدأ اكتب جمل تعدي عدد الكلمات اللي مطلوبة. ممكن ما ابداش بالجمله الواحده خالص، وابدا بميني من ويرز جلابيه، كثير من الرجال بيلبسوا الجلابيه، وابدا اشرحها ات از ا لونج وايت روب. مش عايز تكمل خالص، خلي الجمله تقف هنا. اهم حاجه الجمله تبقى فاعل وفعل وتكمله، جمله واضحه وجمله سهله، جمله بين كلمه وكلمه في مسافه اعرف اقراها، اراعي شروط كتابه ايه الباراجراف. وبكده يبقى خلصنا الامتحان الثامن بيج 14 6 صفحة 46 الامتحان التاسع. السؤال الأول listen and circle the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة from A B C or D من الأربع اختيارات. هسمع وحل. I am سهى، I am good at playing tennis and making cakes، I am bad at playing handball، عمر is my brother، he is 14 years old، he is good at playing volleyball but he is bad at helping me at the kitchen. ده السؤال الاول، بسمع وحل. سواء جيده في لعب التنس وعمل الكيكس، هي سيئه في لعب الهاندبول كره اليد. عمر عنده 14 سنه، عمر جيد في لعب الفوليبول الكره الطائره. السؤال الثاني اختيارات ولكن على الكلمات، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. ايكو means، كلمة ايكو يعني بيئي، معناه relating to the environment يعني ليه علاقة بالبيئة. نقط is something that isn't alive، شيء ليس على قيد الحياة، يبقى non-living. مادام قال لي isn't alive ليس على قيد الحياة تبقى non-living. farmers could plant fruit، يستطيع الفلاحون أن يزرعوا الفواكه، vegetables الخضروات and grains والحبوب. طبعا scribes الكتاب لا، trains القطارات لا، jobs الوظائف لا، اختار grains والحبوب. علي نقط on the door before he entered، علي خبط على الباب قبل ما دخل، يبقى نقط خبط على الباب قبل ما ايه ما دخل. السؤال الثالث قطع ناقص كلمات، ترجم الكلمات وحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب، وحتى لو في كلمة صعبة ما عرفتش تترجمها اقرا القطع على طول وحاول تستنتج كده. هنا بور فقير أو مسكين، هارد صعب، وركشوب ورشة، مورنينج الصباح، بير زوج من. وانس upon a time في يوم من الأيام، a kind and honest shoemaker صانع أحذية طيب وأمين، lived in town عاش في المدينة، with his wife مع مراته، they were very poor كانوا فقراء جدا، but they were happy ولكن كانوا سعداء، the shoemaker صانع الأحذية worked hard، هنا hard جاية بجدية اشتغل بجدية، but he had no money بس ما عندوش فلوس، بس بياخد بالأسباب ويشتغل. one night في ليلة من الليالي، the shoemaker was in his workshop كان في ورشته، he had only got enough leather كان عنده فقط جلد كافي for one more pair of shoes لزوج واحد من الأحذية. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة، نقرأ القطع ونحاول نترجمها ونحل الأسئلة، ولو لقيت الموضوع صعب ابدأ بالأسئلة ترجمها وروح للقطع دور على الإجابات. نقرأ القطع احنا الأول، I am ندى اسمي ندى، I am in grade 5 أنا في سنة 5، I always أنا دايما، get up at 6 هنا استيقظ الساعة 6، اسألني في معناها مثلا ما دام تحتيها خط. I have my breakfast بفطر، with my family مع عائلتي، I have yogurt باكل زبادي، and fruit سلطة وسلطة فواكه، my sister أختي likes to have fried eggs بتحب تاكل بيض مقلي، and bread وعيش، my parents والدي اللي هو my father و my mother أبي وأمي like to have فول مدمس بيحبوا الفول المدمس، in the afternoon بعد الظهر my mom أمي and I وأنا go to the market بنروح للماركت، we buy chicken بنشتري الدجاج، burger vegetables الخضروات، and hummus for lunch عشان الغداء، my sister أختي and I وأنا always
هيلب اور مام، دايما بنساعد امنا. ان ذا كيتشن، في المطبخ، بيج 47. وباقي اسئله القطعه او اسئله القطعه. ندى السيستر هاز نوت فور بريكفاست، اخت ندى بتفطر ايه على الفطار؟ هو قال لي فرايد اكس اند بريد، مفيش هنا غير البيض المقلي. ذا اندرلاين فريز جيت اب، عباره جيت اب بتساوي ايه؟ ويك اب. يا ستايك جيت اب ويك اب. النوع الثاني من الاسئله على القطع، انسر اجيبها. وير داز ندى جو ان ذا افترنون، ندى بتروح فين بعد الظهر؟ تو ذا ماركت، طبعا هي بتروح هي وامها. تو ذا ماركت. summarize the first paragraph، لخص الفقرة الأولى in one sentence، في جملة واحدة. ممكن أقول إيه؟ ندى and her family، ندى بتصحى الساعة كذا وعيلتها بتاكل كذا وأختها أبوها وأمها، يعني بيتكلم ندى and her family. أي إعلان أو أي عنوان يلائم المعنى ويلخص الفقرة. السؤال الخامس، رتب. we where traveling، كنا نسافر. باي بوت، بالقارب. داز نوها تيك هير سويتر. السؤال السادس، اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة. ده سؤال جديد سهل جدا، كلمة بين قوسين بصلحها. زي didn't the room yesterday، يا مستر yesterday ده ماضي بسيط. طب ما هو في didn't خلاص. طب بعد didn't بيجي وراها المصدر. يا مستر ده ماضي بسيط، ما هي القاعدة بتقول لي didn't دي النفي في الماضي البسيط بيجي وراها مصدر، يبقى didn't clean، didn't clean بعد didn't مصدر، بعد didn't مصدر. where was you going، لا هي where were you going، عشان was دي معاها يمشي وقت، لكن you بيجي معاها where. Where were you going at 7 yesterday؟ كنت رايح فين الساعة 7 امبارح؟ يبقى بصلح الكلمة. السؤال السابع، بنك تويت علامات الترقيم. The grasshopper doesn't have any food. التي كابيتال. ونادي بادئ باسم يبقى فول ستوب. تبقى جملة عادية، تبقى جملة إيه؟ عادية. السؤال الثامن، اكتب بايوجرافي، سيرة ذاتية. بايوجرافي سيرة ذاتية. عن a famous sports person، عن شخص رياضي مشهور. What is his or her sport؟ هو إيه رياضته لو رجل أو هير رياضتها لو مثلا ايه امراه. واي از هي في مثليه هو مشهور، او واي از شي في مثليه هي مشهوره. طبعا لو حملنا المذكره تفتح معايا وتفتح معايا صفحه 13، قرينا قبل كده سيره ذاتيه عن شريف عثمان، نقرا دلوقتي عن هدايه ملاك. في باراجرافين نحفظ منهم واحد، ابيوجرافي اباوت هدايه ملاك. كتبنا العنوان في نص سطر، سيبنا مسافه في اول سطر. نقول مثلا هدايه ملاك is a famous Egyptian athlete، مقدمة، لاعبة رياضية مشهورة مصرية. she carried the Egyptian flag، هي حملت العلم المصري. at the Tokyo Olympic Games، في ألعاب طوكيو الأولمبية. she began practicing taekwondo، وهي بتلعب تايكوندو. بدأت في ممارسة لعبة التايكوندو at the age of 7، في عمر السابعة. she helped a Moroccan athlete، ساعدت لاعبة مغربية with special needs، من ذوي الاحتياجات الخاصة. to win أن تفوز، a competition في منافسة. she won many prizes، فازت بالكثير من الجوائز. نفهم فكرة كتابة البايوجراف، العنوان في نص سطر، أسيب مسافة في أول سطر، حرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة في الستوب. وبكده يبقى خلصنا الامتحان التاسع، بيج 48، صفحة 48، والامتحان العاشر، والامتحان العاشر. السؤال الأول، listen and circle the correct answer، استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات هنسمع ونحل. Jack went to the market to sell his cow. on his way he met an old man who was selling beans. Jack wasn't interested in buying the beans. But Jack bought the beans at last. يبقى هنا بيقول لي جاك راح السوق عشان يبيع البقرة، وخدنا طبعا القصة. في طريقه قابل رجل عجوز old man. جاك مش مهتم بشراء البينز، بس جاك اشترى البينز في الآخر، الحبوب أو البذور. هنا بينز بمعنى حبوب أو بذور. السؤال الثاني، choose the correct answer، ده اختيارات ولكن اختيارات على المنهج، على كلمات المنهج.
Don't go نقط if there is a sandstorm. لا تذهب للخارج لو في عاصفة، يبقى outside. If an animal، if an animal لو حيوان needs a نقط بيحتاج ايه؟ The room has to be clean، لازم الأوضة تبقى نظيفة. يبقى لو animal بيحتاج operation، operation، operation عملية جراحية، لازم الأوضة اللي بتاعت حجرة العمليات تبقى نظيفة جدا. I wear my goggles to go swimming، نظارة السباحة بلبسها عشان أذهب للسباحة. ecosystem النظام البيئي. is the connection هو العلاقة between living and non-living things بين الكائنات الحية والكائنات والأشياء الغير حية. السؤال التالت، قطع ناقص كلمات، أحاول أترجم الكلمات وأحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. holiday أجازة، campus معسكرات، animals حيوانات، buildings مباني، hiking يعني التنزه أو التمشي. if you like history لو بتحب التاريخ، there is lots in طابة، يوجد الكثير في طابة. there is نواميس، في قرية نواميس. a village هي قرية. of round very old buildings مباني قديمة جدا مستديرة. they are fascinating هي ساحرة. ecotourists السياح البيئيون. in طابة في طابة can enjoy diving ممكن يتمتعوا بالغوص. hiking التنزه. and coming والتخييم. they can stay in campus. they can stay in campus ممكن يقعدوا في معسكرات. and ecologies you can find everything in طابة، تستطيع ان تجد اي شيء في طابة. for a great holiday من اجل قضاء اجازة رائعة. holiday holiday أجازة. السؤال الرابع، قطع لأسئلة. Egypt is a famous country، مصر دولة مشهورة. tourists السياح come to Egypt بيجوا مصر. and visit many places وبيزوروا الكثير من الأماكن. زي عايد على السياح، عايد على tourists، مدام ضمير هيقول لي عايد على ايه. they spend much money بيصرفوا أو بينفقوا الكثير من المال. they usually visit Egypt عادة بيزوروا مصر. in the winter في فصل الشتاء. they visit بيزوروا the Egyptian museum المتحف المصري. in Cairo في مدينة القاهرة. they visit the pyramids بيزوروا الأهرامات. and the Sphinx at Giza وأبو الهول في الجيزة. they also visit temples أيضا بيزوروا المعابد. at Luxor في مدينة الأقصر. they like taking photographs بيحبوا التقاط الصور. of our great places لأماكننا الرائعة أو للأماكن الرائعة. they visit اللي بيزوروها. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. this text هذا النص is about not in Egypt اتكلمنا عن ايه في مصر؟ اتكلمنا عن السياحة أكيد، يبقى tourism. هل فضل الطعام؟ لأ. كلوز الملابس؟ لا. سكولز المدارس؟ لا. يبقى اتكلمنا عن توريزم السياحة في مصر. بيج 49 صفحة 49 وباقي الامتحان. زي اندرلاين وورد زي هنا عايد عليه، عايد على توريستس السياح. انسر اجب النوع التاني من الاسئلة على القطع. انسر اجب when do tourists usually visit Egypt متى عادة بيزور السياح مصر؟ هقول in winter في فصل الشتاء. ممكن اقول they usually visit Egypt in winter اجابة كاملة او اجابة ايه مختصرة. in winter في الشتاء. what places ايه الاماكن what places do tourists اللي السياح visit at Luxor اللي بيزوروها في الاقصر. طبعا هو ذكر لي مجموعة من الاماكن بيزوروها في القاهرة واماكن بيزوروها في الاقصر، فهنا بيقول لي ايه الاماكن اللي بيزوروها في الاقصر. يبقى زي عايد على السياح، زي فيزيت هم بيزوروا تمبلز المعابد ات لوكسور في مدينة الأقصر. سؤال خامس، رتب. what is your favorite food ايه طعامك المفضل. what is your
white food. I want to be. أريد أن أكون. A biologist. السؤال السادس، اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة. عماد always speak English very well. تبقى speaks. ليه speaks يا مستر؟ عشان ده مضارع بسيط. هنا always ظرف تكرار ممكن يعبر عن المضارع البسيط. طب المضارع البسيط مع عماد او الاسم المفرد بحط الفعل اس. Were you riding؟ هل كنت بتركب؟ Your bike دراجتك at 6 p.m. الساعة 6 ده ماضي مستمر. Was a verb فاعل ثم ing. السؤال السابع، بنك تويت علامة الترقيم. Does أحمد go to school on Monday؟ هنا دي كابيتال في does. طب ده سؤال يبقى علامة استفهام. طب ليه سؤال؟ عشان بادئ بداز بمعنى هل، وأحمد الإيه كابيتال خلاص معمولة. Monday يوم الاثنين أيام الأسبوع كابيتال الحرف الأول خلاص، يبقى دي وعلامة استفهام. السؤال الثامن، write a paragraph، اكتب فقرة. Of about 30 words، من 30 كلمة. Using the following guiding elements، باستخدام العناصر الإرشادية. هنا عنوان الموضوع water pollution، تلوث الماء. اكتب العنوان في نص سطر، water pollution. بين علامات تنصيص. هسيب مسافة في أول سطر. هنا جايب لي what causes water pollution، إيه اللي بيسبب تلوث الماء. Why is water pollution dangerous، ليه تلوث الماء خطير. نبدأ نكتب مثلا when harmful chemicals، هنا بمعنى عندما الكيماويات الضارة go into water bodies، تترمى في المسطحات المائية. هذه فكرة تلوث الماء. we call this، بنسمي ده water pollution، تلوث ايه الماء. هقول it عايد على تلوث الماء. it is dangerous، هو خطير. because لأن it can kill، بيقدر يقتل organisms الكائنات الحية. in the water اللي موجودة في الماء. it kills بيقتل برضو birds الطيور. that eat fish اللي بتاكل السمك. وهكذا بكتب العنوان في نص السطر. ماشي، ممكن اكمل جملة تانية. سيبنا مسافة اول سطر حرف الاول كابيتال في نهاية الجملة فول ستوب. طب ممكن اقول ايه؟ it can cause، بيسبب الحيوانات تفقد موطنها، بيقضي على البيئات الطبيعية. يبقى it can cause ممكن يسبب animals الحيوانات to lose، أن تفقد their homes وبكده يبقى خلصنا الامتحان العاشر. الامتحان العاشر بيج 50 صفحة 50 النموذج الحداشر. السؤال الأول، listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer على الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات هنسمع ونختار. to stay safe during a sandstorm wear a scarf to protect your face stay inside so the sand can't get in your mouth drive
to the side of the road so you can stop your car. Make sure your windows are shut so no sand can get in. Turn off air conditioning to stop sand coming in. ده بالنسبة للسؤال الأول، بسمع واختار، بسمع واختار. السؤال الثاني اختيارات، بس على كلمات المنهج، لازم نكون حافظ الكلمات كويس. Then what is a box in which we keep animals؟ صندوق بنحط فيه الحيوانات، يبقى كيج القفص. We stayed احنا أقمنا in the what to avoid the hot sunshine عشان نتجنب ايه؟ سطوع الشمس الحار. We stayed in the shade قعدنا في الظل عشان الشمس كانت جامدة. shade يعني ظل. I can't climb the garden لا أستطيع أن أتسلق نقط الحديقة، يبقى fence سور الحديقة. because it is high لأنه عالي. طبعا table ترابيزة لا، chair كرسي لا، desk مكتب لا. water not is a very dangerous problem مشكلة خطيرة جدا، يبقى water pollution تلوث الماء. population عدد السكان لا، ويل عجلة لا، sport لعبة رياضية لا، يبقى pollution water pollution تلوث الماء مشكلة خطيرة جدا. السؤال الثالث read and complete اقرأ واكمل the text النص with the words in the box بالكلمات اللي في الصندوق. هنا روب حبل، hidden مخفي، short قصير، long طويل، جلابية قطع ناقصة كلمات، احط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. The Egyptian people المصريون wear many traditional clothes بيلبسوا ملابس تقليدية عديدة. Many men كثير من الرجال wear the جلابية بيلبسوا ايه؟ الجلابية. This is a long white robe روب أبيض طويل. That is very popular محبوب جدا. It looks really cool to wear يبقى جميل جدا يتلبس. It's made from cotton مصنوع من القطن. And is usually white وعادة لونه أبيض. The sleeves الكمام are long طويلة. So لذلك we don't get sunburned احنا مش بنصاب بحروق الشمس. It has pockets في جيوب but they are hidden. ولكن الجيوب ايه؟ هيدن مخفية. السؤال الرابع read the text اقرأ النص and answer the questions واجب على الأسئلة. شرم الشيخ is the best place هي أفضل مكان to visit للزيارة in Egypt في دولة مصر. I was so happy كنت سعيد جدا when I traveled لما سافرت with my uncle مع عمي. He is a tour guide هو مرشد سياحي. He told me that هو أخبرني شرم الشيخ is good for the ecotourism جيدة للسياحة البيئية. Because there are valleys, mountains, deserts and seas في أودية جبال صحاري وبحار. So tourists ولذلك السياح can do different activities ممكن يقوموا بالكثير من الأنشطة المختلفة. Tourists السياح can enjoy hiking ممكن يتمتعوا بالتنزه، camping والتخييم إنشاء الخيام، and diving والغوص. Tourists can find everything يستطيع السياح أن يجدوا كل شيء أو أي شيء. In شرم الشيخ في شرم الشيخ for a great holiday لقضاء أجازة رائعة. دي قطعة عيناها فهمنا، نبدأ نحل الأسئلة. Page 51 الأسئلة القطعة صفحة 51. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. شرم الشيخ إذن موجودة فين؟ أكيد إيجيبت في مصر. هل ليبيا؟ لا. جوردن الأردن؟ عمان؟ لا. إيكو means إيكو هنا بمعنى بيئي relating to environment يبقى ليه علاقة بالبيئة. النوع التاني من الأسئلة على القطعة answer أجب summarize لخص the first paragraph أول فقرة in one sentence في جملة واحدة. في جملة إيه؟ واحدة. ممكن أقول إيه؟ شرم الشيخ
is a good place. مكان رائع for many reasons, للكثير من الأسباب. وسيبها بقى مفتوحة، يبقى دي شاملة. What activities, ايه الأنشطة can tourists do, ممكن السياح يقوموا بيها in شرم الشيخ؟ هقول زي كان، زي عايد على السياح، زي كان enjoy ممكن يتمتع بيه، hiking camping and diving and diving. السؤال الخامس، رتب. He wants to be healthy. يريد أن يكون صحي أو بصحة جيدة. He wants to be healthy. What were you doing, Judy? ماذا كنت تفعلي يا جودي؟ What were you doing, جودي؟ السؤال السادس، صح السياق. Mom asked me. الأم طلبت مني. To helping here in the kitchen. To help. To بيجي وراها الفعل في المصدر، فبشيل الإضافات اللي هي ing. الأم طلبت مني أن أساعدها في المطبخ. What was she, was والفاعل وال ing. What was she writing, هي كانت بتكتب إيه؟ Yesterday امبارح، ده ماضي مستمر. Was أول والفعل ing. السؤال السابع، بنكتويت علامات ترقيم. Thank you for helping me, Jack. شكرا إنك ساعدتني يا جاك. هنا الـ T capital. طب دي جملة، يبقى فول ستوب. هنا يا ده اسلوب نداء، بتيجي كومه قبل الاسم موجوده. جاك، الجي كابيتال موجوده، يبقى اللي ناقص التي كابيتال، وفي الاخر نقطه. السؤال التام، اكتب باراجراف عن سبورتس، عن الالعاب الرياضيه. هكتب العنوان في نص السطر. وير دو يو بلاي سبورتس، اين تلعب الالعاب الرياضيه؟ وين دو يو بلاي سبورتس، متى تلعب الالعاب الرياضيه؟ طبعا في المذكره هتلاقوا شرح للباراجرافات لو حملناها من صندوق الوصف من الرابط، وفتحنا صفحة 13 اهي، هتلاقوا مع بعض سبورتس ان ايجيبت في صفحة 13 كذا موضوع عن السبورتس. نقرا مثلا واحد، ادي العنوان في نص السطر، قال سبورتس او سبورتس ان ايجيبت، اكتب العنوان. There are a lot of sports in Egypt. سيبنا مسافة، وهنا يوجد الكثير من الألعاب في مصر. Football, swimming, tennis and squash are the most popular sports. دي أكثر الألعاب. There are a lot of famous football players. في الكثير من اللاعبون المشهورون in Egypt، في مصر. طيب my sister likes practicing sports. أختي بتحب تمارس الألعاب الرياضية. She likes swimming. بتحب السباحة. She usually goes swimming on Fridays. بتلعب سباحة يوم الجمعة أو أيام الجمعة. ممكن أقول إيه؟ She swims in the pool. بتعوم في حمام السباحة، وهكذا. بكتب العنوان في نص السطر، اسيب مسافه اول سطر، حرف الاول كابيتال، في نهايه الجمله في الاسطوب. اخد الفكره واكتب شبهها، اخد الفكره واكتب شبهها. كده يبقى خلصنا النموذج ال 11 بيج 52 صفحه 52. ما تنسوش رابط تحميل المراجعه في صندوق الوصف. الامتحان ال 12، الامتحان ال 12. السؤال الاول، listen and circle، استمع وضع دائره. The correct answer، على الاجابه الصحيحه. From A, B, C or D، من الأربع اختيارات، يبقى هسمع واختار. Jana and Sarah have sports equipment. هنا John and Sarah have sports equipment. John wears his football boots to play football. Sarah wears her swimming goggles to go swimming. They use their squash rackets to play squash. They play tennis on the court. John wears his karate suit to do karate. هنا بيقول لي جون وسارة عندهم معدات للألعاب الرياضية. سارة بتلبس أو ترتدي نظارة السباحة عشان تذهب للسباحة. هم بيلعبوا التنس في ملعب التنس.
جون بيرتدي بدلة الكاراتيه عشان يلعب كاراتيه. السؤال التاني هو اختياري ولكن على كلمات المنهج. ماي سكول نقط از ا بلو سكيرت، جيبه زرقاء، اند ا يلو تي شيرت، وتيشيرت لونه اصفر. يبقى ماي سكول يونيفورم، ازاي المدرسه الموحد. ايكو توريزم، السياحه البيئيه، هيلبس تو، تساعد ايه؟ بروتكت، ان تحمي. ذا وايلد لايف، الحياه البريه. اي هاد ان اوفل نقط، اي دريم ذات اي لوست ماي دوج. يبقى انا حلمت حلم سيء او كابوس، يبقى نايت مير، حلمت ان كلبي ايه ضاع. هيز كايند، هو طيب، اند نقط، اول بيبول لاف هيم، كل الناس بتحبه. يبقى هيز كايند اند اونست، هو كان طيب وامين، اونست امين، كل الناس بتحبه. السؤال التالت، قطع ناقصة كلمات. فريندلي يعني ودود، انكايند يعني غير طيب، ايكو تورستس السياح البيئيون، ماونتنز جبال، ايبكس نوع من انواع الحيوانات. طابة از ان اكسلنت اكزامبل، طابة مثال ممتاز، اوف سبورت اوف ابارت اوف ايجيبت، لجزء من مصر. وير ايكو توريزم وركس ويل، حيث السياحة البيئية تعمل بصورة جيدة في طبع. You can find، تستطيع أن تجد، valleys يعني أودية، mountains جبال. desert صحراء، and the sea there، والبحر هناك. You can find fantastic wildlife، تستطيع أن تجد حياة برية، in طبع في طبع، like the Nubian ibex، زي حاجة اسمها الماعز النوبي. And rare birds، والطيور النادرة. This is very good، ده جيد جدا. For the نقط، for the ecotourists، يبقى جيد للسياح البيئيين، بيشوف أماكن طبيعية جميلة. Because they can go، بيقدروا يذهبوا، and enjoy، ويتمتعوا، the environment، البيئة. The local people، السكان المحليين، are very friendly، ودودين جدا. So the ecotourists، لذلك السياح البيئيون، can have a meal، ممكن يتناولوا وجبة، with them معاهم، or talk to them، أو يتكلموا معاهم، about their culture، عن الثقافة، أو عن ثقافتهم. السؤال الرابع، قطع عليها أسئلة، نقرأ القطع ونترجمها ونحلوا الأسئلة. Read the text، اقرأ النص، and answer the questions، واجب على الأسئلة. Ancient Egyptian women، النساء المصريات في مصر القديمة، worked at home، عملوا في المنزل، and could work outside، وقدروا يشتغلوا في الخارج تو أيضا. Women cooked meals، طبخت النساء الوجبات، clean the house، نظفوا المنزل، and took care of their children، واعتنوا بأطفالهم. Women could weave baskets، قدروا ينسجوا الباسكتس، bake bread، ويخبزوا العيش، and make sandals، ويعملوا sandals، and they could sell them، وقدروا يبيعوهم at the market، في السوق، as well أيضا. They could even become pharaohs، أصبحوا أيضا فراعنة. One famous queen، إحدى الملكات المشهورات، in ancient Egypt، في مصر القديمة، was Hatshepsut، كانت الملكة حتشبسوت. Everyone in ancient Egypt، كل واحد في مصر القديمة، knew that، عرف، work was important، العمل مهم، for life، للحياة. So the ancient Egyptians were very successful، ولذلك كان المصريين القدماء ناجحين جدا. أسئلة القطعة، the underlined word ancient، ancient معناها ايه؟ very old، بمعنى قديم جدا، ancient very old. Page 53، صفحة 53. The text is about، النص عن ايه؟ هتبقى عن women in ancient Egypt، النساء في مصر القديمة. النوع الثاني من الأسئلة على القطع، answer أجيبة. What could women make and sell at the market؟ يعني النساء قدرت تعمل ايه وتبيع ايه في الماركت في السوق؟ هقول ايه؟ زي كوت، زي عايدة عن النساء،
they could هم استطاعوا they could make sandals they could make sandals and they could sell them at the market. هما عملوا حاجات طبعا كتير، قدروا ينسجوا الباسكتس ويخبزوا الخبز ويعملوا الصندل ويبيعوا فين؟ في الماركت. دي حاجة واحدة. How do you know؟ كيف تعرف that the ancient Egyptian women were very successful؟ أن النساء المصريات في مصر القديمة كانوا ناجحين جدا. هقول هم قدروا يوصلوا للحكم كفراعنة، يبقى because they could even become pharaohs، يبقى قدروا يبقوا ايه؟ فراعنة، ودي أعلى درجة، أعلى منصب في الدولة، يبقى هما كانوا ناجحين. السؤال الخامس راتب، tourism السياحة gives jobs for local people، السياحة بتدي وظائف gives jobs for local people للسكان المحليين. How often do you play tennis؟ كم مرة بتلعب فيها التنس؟ How often do you play tennis؟ السؤال السادس، صحح الصياغة. خالد is good on holiday، لا good at. good at يعني جيد فيه، خالد جيد فيه الهاندبول. we go to the zoo last week، لا اقول we went. ليه يا مستر went؟ طب جو مخليناهاش جوز ليه؟ هنا في last week الاسبوع اللي فات، يبقى ده ماضي بسيط، فبجيب الصياغه من جو او التصريف الثاني من جو. طب ده فعل شاذ، جو تبقى went، يبقى هنا good at وجو went. فالسؤال ده سؤال سهل، بس اركز واحله بهدوء وبتركيز. السؤال السابع، بنك تويت علامات ترقيم. tourists visit Egypt to enjoy their time، السياح بيزوروا مصر عشان يتمتعوا بوقتهم. هنا التي كابيتال، طب دي جملة، يبقى في نهايتها فول ستوب نقطة. السؤال الثامن والأخير، طبعا هنا ايجيبت اي كابيتال خلاص معمولة، هي نقطتين كل نقطة نص درجة. السؤال الثامن، اكتب باراجراف على بروز اند كونز اوف ايكوتوريزم، عن مزايا وعيوب السياحة البيئية، وجايب لي نورمال توريزم السياحة الطبيعية، لوكال بيبول السكان المحليين. بكتب عنوان في نص سطر واسيب مسافة في أول سطر. في صفحة 14 لو حملنا المذكرة من صندوق الوصف هتلاقوا الرابط، تفتحوا معايا هتلاقوا أهم الموضوعات. ادي صفحة 14، ادي الموضوع اهو، بروز اند كونز اوف ايكو توريزم، مزايا وعيوب السياحة البيئية. يقولوا ايكو توريزم، هنا كتبنا العنوان، هسيب مسافة في أول سطر ونبدأ. ايكو توريزم السياحة البيئية is an exciting idea، فكرة شيقة. it helps بتساعد to protect wildlife، في حماية الحياة البرية. it looks after the environment، بتعتني بالبيئة. it helps local people، بتساعد السكان المحليين. but ecotourism، ولكن السياحة البيئية، ده كده قلنا مزايا. طب العيوب، but ولكن ecotourism isn't as comfortable as normal tourism، مش مريحة زي السياحة الطبيعية. يبقى ادي العنوان، سيبنا مسافة، جمل سهلة وبسيطة، رعينا علامات ترقيم. وكده يبقى خلصنا النموذج رقم 12، بيج 54، صفحة 54، الامتحان رقم 13. السؤال الأول، listen and circle the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة from A, B, C و D، من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. I am Noha. I am doing a school project about clothes. Jalabiya is a long white robe. It is made from cotton. It's usually white and it's very comfortable. طيب بالنسبة للسؤال الأول، ندى بتعمل مشروع عن الملابس. الجلابية هي روب أبيض طويل مصنوع من القطن، بتبقى عادة لونها أبيض ومريحة. السؤال الثاني، هي اختيارات ولكن على كلمات المنهج.
ونقط سيرب اوفر ذا بسبوسه، يبقى وي بور، احنا بنصب الشربات على البسبوسه. ذا اير از بلاك، الهواء بيكون لونه اسود، اند توكسيك يعني سام وسام. وي كان ايت نقط فور ديزرت، بناكل ايه على الحلوى او كحلوى، يبقى تشوكلت شوكولاته. طبعا رايس رز لا، اونيونز بصل لا، توميتوز طماطم لا. She wears هي بترتدي a gold knot around her neck. A gold necklace يعني عقد مصنوع من الذهب حوالين رقبتها. السؤال التالت، قطع ناقصة كلمات، أحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. أقرب تركيز. I am داليا، اسمي داليا. I am good at playing، أنا جيدة في لعب إيه؟ أكيد فوتبول، كرة القدم. And making cakes، وعمل الكيكس. I am bad at، أنا سيئة في playing handball، لعب الهاندبول. آسر is my brother، آسر أخي. He's not at، أكيد he's good at، هو جيد فيه. Playing tennis، لعب التنس. And he's bad at، وهو سيء في helping me، في مساعدتي in the kitchen، في المطبخ. My sister's name، اسم أختي سلمى، اسمها سلمى. She's good at not math، يبقى she's good at doing math، جيدة في حل الرياضيات. She is bad at، هي سيئة في tidying، في ترتيب أو تنظيم her room، حجرتها. ده بالنسبة للسؤال التالت. السؤال الرابع، قطع عليها أسئلة، نقرأ القطع نفهم معناها ونحلوا الأسئلة. When harmful chemicals go into water bodies، عندما تدخل أو تذهب الكيماويات الضارة إلى داخل الأجسام المائية أو المسطحات المائية، like rivers زي الأنهار، لا فيها تلوث، lakes البحيرات، and seas البحار. We call this، بنسمي ده water pollution، تلوث الماء. Water pollution، تلوث الماء، can kill organisms، ممكن يقتل الكائنات الحية، that live، والتي تعيش، in the water، في الماء. زي ايه يا ترى؟ such as fish، زي السمك، birds الطيور، and crabs. It can also kill birds، ايضا يستطيع ان يقتل الطيور، that eat the fish، اللي بتاكل السمك. Water pollution، تلوث الماء، can cause animals، ممكن يسبب ان الحيوانات to lose their homes، تفقد مواطنها، and change their habitats، وتغير مواطنها لأماكن جديدة. We should، ينبغي علينا، save as much water as possible، نحفظ على قد ما نقدر المية. We shouldn't throw garbage، لا ينبغي أن نرمي القمامة. هنا تحتيها underline خط هيسألني مثلا في معناها، لا ينبغي أن نرمي القمامة. In في or near a lake، بالقرب من بحيرة، or beach، أو بالقرب من شاطئ. Page 55، وأسئلة القطعة. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The main idea، الفكرة الرئيسية، of the text، للنص، is about، عن إيه؟ عن water pollution، تلوث الماء أكيد. The underlined word garbage، كلمة garbage يعني قمامة، means معناها trash، قمامة برضو. النوع الثاني من الأسئلة على القطعة، answer أجب. What are water bodies، إيه هي المسطحات المائية؟ هقوله water bodies are، بتكون like، هنا في are بتكون like، هنا like بمعنى مثل، like بمعنى مثل، like rivers مثل الأنهار، lakes البحيرات، and seas والبحار. يبقى water bodies are like، تكون مثل، وأقول الأمثلة. What can polluted water kill، ماذا تستطيع الماء الملوث أن تقتل، أو الماء الملوث ماذا يستطيع أن يقتل. هقول اتعيد على الماء الملوث، الملوث it can kill، ممكن يقتل، or organisms الكائنات الحية، that live اللي بتعيش، in the water في المية، such as مثل fish السمك، birds الطيور،
and crabs. عايز نكمل نكمل. It can also kill birds. ممكن تقتل كمان الطيور that eat the fish اللي بتاكل السمك بس عشان المكان. السؤال الخامس رتب. How often يعني كم مرة؟ Does it rain؟ بتمطر؟ In Cairo في القاهرة. We must work hard at school. We must. يجب أن work hard أن نعمل بجد at school في المدرسة. We must work hard at school. السؤال السادس ده سؤال جديد ولكنه سهل. صحح الجملة. I would like any tea please يا مستر. ده طلب. أنا عايز بعض الشاي لو سمحت. طب الطلب باخد فيه إيه؟ some مش any. some في العرض والطلب والجملة المثبتة لكن any في النفي والسؤال يبقى some بدل any. Our teacher always مدرسنا دايما helps us بيساعدنا. ده مضارع بسيط عادة في المضارع. Our teacher دي مفرد. المدرس بتاعنا أحط الفعل إيه؟ S. السؤال السابع بنكتويت علامات ترقيم. I live in Cairo. هنا الاي كابيتال وهنا السي كابيتال وفي النهايه فلوس ستوب هو عاملها. هنا الاي كابيتال والسي كابيتال. الاي في اول الجمله والسي اسماء المدن كابيتال. السؤال الثامن اكتب باراجراف من 30 كلمه على الفنتاين ايلاند جزيره الفنتاين. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. هنا جيب لي فانتاستيك بليس مكان رائع فول اوف هيستوري مليء بالتاريخ. هستخدم الكلمات دي فعمل ايه جمل. طبعا لو فتحنا صفحة 14 في المذكرة اللي هتلاقوا اللي هو بالتحميلها في صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا موضوع على الفنتاين ايلاند. نفهم الفكرة ونعمل شبه العنوان بين علامات تنصيص في نص السطر. هنا ببدأ بعد مسافة في اول سطر. قول مثلا last week الاسبوع اللي فات. We visited Elephantine Island. زورنا جزيرة Elephantine. It is a fantastic place. مكان رائع. It's beautiful and calm. هي جميلة وهادئة. It is the oldest part of Aswan. هي أقدم جزء في مدينة أسوان. It is full of history. مليئة بالتاريخ. We saw the sunsets. رأينا مناظر غروب الشمس. And went for long walks there. وتمشينا تمشيات طويلة هناك. يبقى كتبنا العنوان بالعلامات التنصيص. سيبنا مسافة الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. تاني سطر ببدأ من الأول مش بسيب مسافة. وبكده يبقى خلصنا. الامتحان رقم 13 بيج 56 صفحة 56. هتلاقوا في صندوق الوصف رابط تحميل المراجعة. ومعانا الامتحان رقم 14. السؤال الأول listen and circle the correct answer from A, B, C or D. استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. هنسمع ونختار. دونيا's favorite food is a chocolate. Chocolate is unhealthy. She likes chicken, fish, and rice. Dunya likes playing sports with her brother. السؤال الثاني اختياري ولكن اختياري على المنهج على كلمات المنهج. فأقرأ وركز وترجم وحل. An what is a very large building. مبنى كبير جدا. Built a long time ago. اتبنى منذ مدة طويلة. ده كاسل القلعة. طبعا كيج القفص لأ. روم حجرة لأ. بوكس صندوق لأ. يبقى القلعة. An what helps sick animals. من اللي بيساعد الحيوانات المريضة. فيت طبيب بيطري. دينتست طبيب أسنان. دكتور طبيب. تيتشر مدرس. تبقى فيت. The نقط of the جلابية are long so we don't get sunburned. نقط الجلابية بتبقى طويلة فمش بنتعرض لحروق من الشمس. يبقى the sleeves كمام الجلابية طويلة. This calendar هذه النتيجة أو التقويم is from the نقط of Thutmose third. بتبقى النتيجة دي من عصر الملك تحتمس الثالث. تبقى رين بمعنى عصر. طبعا هوم بيت أو موطن لأ. كلاس فصل لأ. آيلاند جزيرة لأ. هنا جي لا تنطق. رين of عصر الملك. السؤال الثالث قطعة ناقصة كلمات. أحاول أترجم الكلمات وحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. garbage قمامة
find يجد sinks يغوص pollute يلوث stop يوقف أو يتوقف. water pollution تلوث الماء is very harmful ضارة جدا. when chemicals عندما المواد الكيميائية go into water بتدخل في الماء زي هتبقى pollute water بتلوث المية. water from الماء من نقط toilets and showers هنا هتبقى sinks هنا بمعنى أحواض. لما تيجي اسم بمعنى حوض فعل بمعنى يغوص يبقى الماء من الأحواض toilets and showers can cause water pollution بتسبب أو بتقدر تسبب تلوث الماء. plastic is very dangerous البلاستيك خطير جدا. never through نقط never through يعني لا أبدا ترمي garbage قمامة. near in في or near a lake في أو قرب من بحيرة or beach أو شاطئ. we must work hard يجب أن نعمل بجدية to stop لكي نوقف pollution التلوث لازم نعمل بجدية عشان نوقف التلوث. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة نقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. علي آية and مروة like sports علي آية ومروة بيحبوا الألعاب الرياضية. علي likes football يحب علي كرة القدم. he plays it with his friends بيلعبها مع أصدقائه. on Friday يوم الجمعة they play football بيلعبوا كرة القدم on the beach على الملعب. his team فريقه always wins دائما بيفوز. مروة likes swimming تحب مروة السباحة. she goes to the swimming pool بتذهب إلى حمام السباحة. every day كل يوم she wears goggles when she swims بترتدي نظارة السباحة عندما تسبح. her friends أصدقائها like مروة بيحبوا مروة because she is kind عشان هي طيبة and clever وماهرة. she helps her friends بتساعد أصدقائها all the time طول الوقت. آية is a good squash player آية لاعبة سكواش جيدة. her racket is red and white المضرب بتاعها أحمر وأبيض. they are good players هم لاعبون جيدون. they advise all people بينصحوا كل الناس to practice sports and يمارسوا الألعاب الرياضية. page 57 صفحة 57 وأسئلة القطع. علي and his friends علي وأصدقائه play football بيلعبوا كرة قدم on a pitch على الملعب. football pitch ملعب كرة قدم. آيز راكت مضرب آيه إيز لونه إيه؟ وقال لي red and white يبقى أحمر وأبيض لازم أختار اللونين. النوع الثاني من الأسئلة على القطع أنسر أجب. what sport does Marwa like مروة بتحب تلعب إيه؟ مروة بتحب تلعب إيه؟ هقول مروة likes swimming بتحب السباحة. why do Marwa's friends like her ليه أصدقاء مروة بيحبوها؟ هقول because لأنها she is kind هي طيبة and clever وشاطرة. السؤال الخامس رتب. they were listening to music هم بيستمعوا إلى الموسيقى. they were listening to music what is the recipe for بسبوسة ما هي وصفة البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة. السؤال السادس صحح سؤال جديد بس سهل. we grow always mangoes in our garden هو قال لي we grow always القاعدة بتقول لي ظرف التكرار بيأتي قبل الفعل الأصل مش بعده يبقى أصلا we always grow دايما بنزرع المانجا في حديقتنا. I have a leather black bag أنا عندي شنطة جلد سودا لا اللون قبل المادة الخام يبقى a black leather bag a black leather bag يبقى شنطة جلد سودا
اللون بعد كده المادة الخام. يبقى في بعض الكلمات بضطر اعكسها، في فعل احط له اس، في فعل مثلا احط له اي ان جي على حسب. السؤال السابع بنكتويت علامات ترقيم، وات وود يو لايك تو ايت، تحب تاكل ايه؟ هنا الدبليو كابيتال وده سؤال، يبقى علامة استفهام بدأ بدبليو اتش. السؤال الثامن اكتب باراجراف من 30 كلمة باستخدام العناصر الإشارية. ذا ويزر ان ايجيبت، أول حاجة بكتب العنوان في نص السطر، ذا ويزر يعني الطقس، ان ايجيبت في مصر، هسيب مسافة في أول السطر، وممكن أقول هو قال لي نايس فيرايتي أوف ويزر، مجموعة عديدة من الطقس، ممكن أقول ايجيبت مصر هاز لديها نايت فيرايتي، مجموعة متنوعة جميلة اوف ويزر. بقى كده ايه؟ اي لاف، ممكن اقول ايه؟ ابدا بقى تاني سطر من اول السطر، اي لاف ويزر ان ايجيبت، انا بحب الطقس في مصر. ممكن اقول وينترز، اوقات الشتاء ار كول، وي وير نحن بنرتدي مثلا هيفي كلوز، ملابس تقيله ان وينتر. سامرز اوقات الصيف ار نايس جميله، وهكذا. بكتب العنوان في نص السطر، بسيب مسافه في اول السطر، حرف الاول كابيتال في نهايه الجمله في الاسلوب. ممكن اقول ايه؟ تورستس السياح لايك تو فيزيت ايجيبت، بيحبوا يزوروا مصر، ان وينتر في فصل الشتاء، وهكذا. وبكده يبقى خلصنا الامتحان رقم 14 بيج 58 صفحة 58 والامتحان رقم 15. السؤال الأول listen and circle the correct answer from A, B, C or D، استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. هنسمع ونختار. Ecotourism is an exciting idea. It looks after the environment and helps local people. شريف is a tour guide in Hargada. Hargada and he tells tourists where they can dive. Normal tourism damages the natural environment. يبقى بسمع واختار. السياحة البيئية هي فكرة شيقة. شريف مرشد سياحي في مدينة الغردقة، هو بيخبر السياح أين يختصوا. السياحة الطبيعية بتدمر البيئة الطبيعية أو السياحة العادية، فاخترعوا فكرة سياحة بيئية للحفاظ على البيئة. السؤال الثاني choose اختياري ولكن على كلمات المنهج. And what in ancient Egypt bought and sold things like gold، من اللي اشترى وباع الأشياء زي الذهب؟ A trader، يبقى التاجر في مصر القديمة. Scribe الكاتب، لا. Vet الطبيب البيطري، طبعا لا. Fisherman الصياد، لا. I wear black not on my hand in winter، بلبس ايه في ايدي؟ يبقى gloves، جوانتي اسود في فصل الشتاء. Water pollution، تلوث الماء، is very harmful، ضار جدا. Fish and not are living things، كائنات حية، يبقى fish and crabs. طبعا روكس صخور، لا طبعا. Sunlight ضوء الشمس، لا. Sand رملة، لا. السؤال التالت أكمل. Football كرة قدم، sleep ينام، win يفوز، experiment تجربة أو يجرب، teammates زملاء الفريق. تيم وورك العمل الجماعي is very important، مهم جدا. I work in a team، أنا بشتغل في فريق. In science في مجال العلوم. When we're doing لما نعمل. An experiment تجربة علمية. I work in a team، بشتغل في فريق. When I am playing football، برضو لما بلعب كرة قدم في فريق كامل. You can't not a football، يبقى you can't win، لا تستطيع أن تفوز. A football match مباراة كرة قدم. By yourself بنفسك. You work with your teammates، تشتغل مع زمايلك في الفريق. To do this عشان تحقق ده، اللي هو تنجح وتفوز بالمباراة. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة.
نقرا القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. The very hot summer became a heat wave. الصيف الحار جدا أصبح موجة حارة. فهيت ويف هيسألني فيها في معناه موجة حارة طول ما هي تحت فيها خط. A heat wave الموجة الحارة is when the temperature لما درجة الحرارة goes very high بتعلى جامد above 40 degrees أعلى من 40 درجة and no one can do anything ولا يستطيع أي أحد أن يقوم بفعل شيء. We stayed in the shade إحنا قعدنا في الظل and tried to drink lots of water وحاولنا نشرب الكثير من الماء. Mama asked me الأم طلبت مني and my friend لميا وصديقتي لميا to go to the store نروح للمتجر to buy watermelon عشان نشتري بطيخ grapes عنب and lemons ليمون to make lemonade عشان نعمل عصير ليمون to cool us أو to cool us down عشان يبردنا شوية. We went to the store رحنا إلى المتجر. We came back on the shady side رجعنا في الجانب اللي فيه ظل of the street للشارع and passed all our friends' houses وعدينا على كل منازل أصدقائنا. Page 59 صفحة 59 وأسئلة القطع. The underlined phrase heat wave. Heat wave means يعني heat wave يعني موجة حارة يعني الجو too hot حار جدا جدا جدا. We came back رجعنا on the shady side في الجانب اللي في ظل of the street للشارع مكان كده في ظل. Summarize لخص the first paragraph الفقرة الأولى in one sentence في جملة واحدة. هقول when the weather is too hot لما الجو يبقى حار جدا أقول there is a heat wave في موجة حارة تبقى في موجة ايه حارة. Why did they come back on the shady side ليه رجعوا في الجانب اللي في ظل of the street ليه رجعوا في الجانب ده طبعا عشان الجو حار جدا 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 جدا. Because there is a heat wave عشان في موجة حارة والشمس كانت جامدة جدا. السؤال الخامس رتب. How about buying some tomatoes ما رأيك في شراء بعض الطماطم. How about buying some tomatoes she wants to win a gold medal هي عايزة تفوز بميدالية ذهبية. She wants to win a gold medal. السؤال السادس هو جديد وسهل. صح الصياغة we mustn't talking in the library احنا عارفين ان mustn't بيجوا لها المصدر يبقى we mustn't talk لا يجب ان نتحدث في المكتب. There aren't some figs in the fridge there aren't any لا يوجد اي من التين في الثلاجة يبقى اني في النفي والسؤال وهنا الجملة منفية يبقى اني بدل some هنا mustn't بيجوا لها المصدر. السؤال السابع بنكتويت علامات ترقيم. بنكتويت علامات ترقيم. الكسندرية is a city هي مدينة in the north of Egypt في شمال مصر هنا الـ A capital في النهاية فلوس طب ليه عشان دي جملة. طب Egypt معمولة capital خلاص هيكون مطلوب منك حاجتين بس هنا الـ A capital عشان اسم وبداية الجملة طبعا واسم مدينة وفي النهاية فلوس طب. السؤال الثامن اكتب باراجراف من 30 كلمة باستخدام العناصر الإشارية. How to stay healthy كيف تبقى بصحة جيدة طبعا بكتب العنوان في نص السطر. جيب لي فود طعام وسبورتس العاب رياضيه. فود طعام وسبورتس العاب ايه رياضيه طبعا هتلاقوا في صندوق الوصف تحميل المذكره هتلاقوا فيها اهم الموضوعات بدايه من صفحه 13 ولو فتحنا مع بعض صفحه 13 هتلاقي هنا موضوع عن healthy and unhealthy food الطعام الصحي والغير صحي ممكن ناخد منه في موضوعنا. هكتب طبعا عنوان الموضوع هنا بيقول لي my favorite healthy food طعام الصحي المفضل is chicken هو دجاج. I like it fried بحبه مقلي with some rice مع رز and salad وسلطة. My favorite unhealthy food طعام الغير صحي is chocolate هو شوكولاتة. It isn't healthy
غير صحي because it has a lot of sugar، فيه الكثير من السكر فهو غير صحي. My mother buys the chocolate، أمي بتشتري الشوكولاتة for us لينا، but we don't eat it a lot، بس مش بناكلها كثير. خدنا الفكرة، العنوان في نص سطر، سيبنا مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة في الوسط. طب تعال نطبق كده بنفسنا. هو قال لي how to stay healthy، هنكتب هنا العنوان في نص سطر، how to stay healthy، نفس أفكار الموضوع بين علامات تنصيص. قول هنا to stay healthy، لكي تكون بصحة جيدة you should eat، ينبغي أن تأكل healthy food، طعام صحي، fruits الفواكه، and vegetables والخضروات are good for us، كويسين لنا. You should do sports every day، لازم تقوم بالألعاب الرياضية كل يوم. طب أعمل إيه تاني؟ You shouldn't eat، لا ينبغي أن تأكل fast food or drink، أو تشرب فيزي درينكس، مشروبات غازية، وهكذا. اكتب موضوع سهل، العنوان في نص سطر بين علامات تنصيص، اسيب مسافة اول سطر، اراعي علامات الترقيم، اراعي المسافة في اول السطر. كده يبقى خلصنا الامتحان ال15 والاخير، وخلصنا 15 امتحان. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل له كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.